بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. وهذه التغطية الخاصة لتقديم وقائع المؤتمر الصحفي المدير الفني السويسري الجديد للنادي الأهلي مارسيل كولر. بالتأكيد مرحلة جديدة بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة بعد التعاقد مع المدير الفني السويسري والذي سيقود النادي الأهلي والقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة. يعني عهد جديد وفترة جديدة، وبإذن الله نتمنى الفترة القادمة تكون إيجابية وفيها بطولات وانتصارات بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة بعد مرحلة صعبة جدا مر بها الفريق في الفترة السابقة، خاصة كمان مع ضغط المباريات وتوالي المسابقات وعدم وجود راحة سلبية للفريق على مدار أكثر من 3 سنوات. النهاردة المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني السويسري مارسيل كولر بالتأكيد مهم جدا عشان كل الناس تسمع رؤية المدير الفني للنادي الأهلي، تطلعات والمرحلة القادمة بالنسبة للجهاز الفني الجديد اللي تم الاستقرار عليه بالأمس وتم إعلانه من قبل النادي الأهلي. مارسيل كولر جاء إلى القاهرة ومعه 3 مساعدين، مدرب عام ومدرب أحمال وأيضا كمان محلل أداء. محلل أداء هو تونسي، لعب في نادي الأفريقي التونسي ولعب في المنتخب التونسي واحترف في العديد من الأندية السويسرية، وبالتالي هنا ميزة كبيرة جدا، عنده يعني معرفة بكل المسابقات الإفريقية، كمان يمكن عنده دراية كبيرة جدا بالكرة المصرية، فإن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. إضافة إلى ده كمان هيكون مستمر بالتأكيد الكابتن ساير عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الفترة القادمة، وأيضا كمان الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. بالطبع يمكن بالأمس زي ما انتم شايفين معانا على الشاشة كان في اجتماع مهم جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومعه الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات مع الجهاز الفني. اجتماع استمر أكثر من حوالي ساعة لتحديد ملامح الفترة اللي جاية، أولا مرحلة الإعداد في الفترة الحالية، عودة الفريق من الراحة السلبية اللي منحها الجهاز الفني السابق للاعبين، كمان التحضير للمباريات الإفريقية والمباريات المحلية وأجندة الفريق خلال الفترة اللي جاية. طبعا هذه اللقطات الخاصة والحصرية على شاشة قناة الأهلي. اجتماع كان تنسيقي بخصوص المرحلة الجاية، وكمان يتم التعارف من قبل الجهاز الفني الجديد مع الكابتن ساير عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. طيب النهارده مؤتمر صحفي مهم جدا، لان الناس كلها محتاجه تسمع وتشوف رؤيه المدير الفني السويسري وكمان ايه اللي بيفكر فيه خلال المرحله اللي جايه. لذلك اروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره ومع 2 من زملائنا الاعزاء، الزميل العزيز كريم احمد وايضا الزميل العزيز فاروق صلاح، موجودين معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره وقبل انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي عشان نعرف من خلالهم بالتاكيد ابرز الحاضرين في هذا المؤتمر، وكمان يعني يدونا اخر الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي. طبعا مساء الخير يا كريم، مساء الخير يا فاروق. زميل العزيز. طيب نرجع تاني مع بعض، يمكن هنحاول باذن الله نتصل بالتاكيد مع زملائنا الاعزاء في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منهم اخر الاخبار قبل انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي اللي بالتاكيد كل وسائل الإعلام هتكون حاضرة عشان تسمع وتشوف رؤية مارسيل كولر، وهو أحد المدربين الكبار اللي اشتغلوا في أوروبا، ويمكن كان ليه تجربة فريدة من نوعها، والتجربة دي بالتأكيد كان لها تأثير كبير جدا على الكرة في النمسا، لأن تدريب مارسيل كولر للنمسا في فترة زمنية يعني امتدت لحوالي 7-8 سنين، الراجل قدر يعمل كرة واختلاف ورؤية مختلفة بالنسبة لفريق منتخب النمسا. الفترة اللي فاتت النمسا كنا عارفين ان الرانكينج او التصويت او مشاركات فريق النمسا في التصفيات الأوروبية او حتى التأهل لكأس العالم مش بنفس قوة المنتخبات الأوروبية الكبيرة، لكن مارسيل كولر قدر يعمل شخصية لمنتخب النمسا، ودي من السمات المهمة جدا وانت بتختار مدير فني. الفكرة بالنسبة لنا مش سي في بس او زيرة ذاتية، لا انت بتبص على كذا حاجة وكذا محور. ويمكن هقول على معلومة جديدة الناس ممكن ما سمعتهاش الفترة الأخيرة. الفكرة إن الأهلي ما تأخرش في الإعلان عن المدير الفني، ولا كان في أكتر من فكرة سيرة ذاتية والنادي الأهلي كان بيشوف مين الأفضل، لأ. النادي الأهلي كان بيتفرج على عدد من المباريات لأكتر من مدرب في الفترة الأخيرة، بيشوف المدرب إمكانياته، أفكاره، هل استراتيجيته حتى هو بيدرب الفرق يقدر يشتغل بنفس الاستراتيجية دي في الدوري المصري ولا لأ، وبالتالي الفكرة مش سيرة ذاتية وبس، لأ ده أنت كمان بتتفرج وبتشوف المدرب اللي أنت هتتعاقد معاه
مدى انسجامه أو مدى تطبيق فكره على فريق النادي الأهلي والدوري المصري خلال الفترة اللي جاية. أعود مباشرة من جديد لمقر النادي الأهلي بالجزيرة مع كريم أحمد وفاروق صلاح. اتفضل يا كريم. اتفضل يا فاروق. بجدد التحية ليك يا محمد طبعا من جديد ولكل مشاهدينا ايضا كمان والزميل العزوز فاروق صلاح. يعني بالتاكيد الكل النهارده منتظر ومتاهب في مقر النادي الاهلي بالجزيره عن الاعلان الرسمي بشكل كبير طبعا مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي بقياده مستر مارسيل كولر اللي بنتمنى له كل التوفيق الحقيقه. مجهود كبير الحقيقه من مجلس الاداره وكان في تكتم بشكل كبير جدا وحرص كبير جدا ان الاعلان يكون في موعده. وشفنا الحقيقه كمان لمسات بسيطه في التدريب الاول وفي الظهور الاول يا فاروق، يمكن كمان لمارسيل كولر عنده الكاريزما وعنده الروح وعنده الشخصيه اللي باذن ان شاء الله تكون قد طموحات جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله والكل يا محمد النهارده وكل فاروق كمان منتظر المؤتمر النهارده في ميعاده باذن الله. بالظبط يا كريم. خليني في البدايه ارحب بيك يا محمد وبرحب بالزميل العزيز كريم احمد وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كريم، التقليد دايما متبع داخل جدران النادي الاهلي، مؤتمر تقديم المدير الفني. النهارده النادي الاهلي بعد اعلانه التعاقد رسميا مع المستر مارسيل كولر وايضا هيرالد جامبريلي مدرب العام واندرياس اندويا مخطط الاحمال وياسين المكاري، طبعا بالاضافه لوجود الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ وعوده ميشيل يانكون. محمد، طبعا امور كتير جدا، انت عارف النادي الاهلي دايما بيتميز ب يعني ازاي يقدم المدير الفني. انت عارف ان في امور او يعني رولز جوه النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بيتسم بهذا الامر. شايفين توافد الزملاء الاعلاميين، ايضا وجود بعض المسؤولين من النادي الاهلي والناحيه التنظيميه. النهارده مشهد دايما يا كريم بيليق بالنادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا فاروق، يعني الكل النهارده متاهب ومنتظر، لان الحقيقه يعني انت عارف يا محمد يعني الفتره اللي فاتت الكل اجتهد والكل اتكلم يا فاروق عن اسماء المديرين الفنيين، الكل اعلن بعض الاسماء، لكن التكتم الشديد والحرص الكبير جدا من الكابتن محمود الخطيب اللي تعامل مع ملف المدير الفني بكل حنك الحقيقه وباحترافيه كبيره جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي. عشان كده النهارده هنشوف كالعاده مؤتمر يليق باسم النادي الاهلي، يليق ايضا كمان بمستر كولر اللي كل عنده طموحات كبيره جدا. جمهور النادي الاهلي عنده طموح كبير جدا ان الراجل ده نوصل معاه للعالميه. النادي الاهلي وصل للعالميه بالتاكيد، لكن احنا عايزين الموسم القادم باذن الله مع الجهاز الفني وحاله الاستقرار يا فاروق اللي ان شاء الله باذن الله بنراهن عليها مع الجهاز الفني تستمر وتكون انطلاقتنا ان شاء الله من معسكر اللي باذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الاهلي ومنها ان شاء الله تكون انطلاقه في البطوله الافريقيه. باكد على كلامك زميل العزيز كريم احمد، طموح النادي الاهلي، وانت اثرت نقطه في غايه الاهميه ان المدرب يكون عارف طموح النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي. ده اللي لمسناه بالامس كريم وشفناه محمد في جلسه الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني. في البدايه الكابتن الخطيب اجتمع مع المدير الفني طبعا بصحبه الاستاذ هشام اسماعيل القائم باعمال الترجمه. طبعا يا محمد زي ما وضحنا ان هو هيكون المدرب بيتكلم باللغه الالمانيه، وايضا خلال التدريب اللي انت شفته كريم وشفناه على مدار اليومين حاله الحماس والشغف اللي عند المدير الفني هو عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا، يعني احنا اكيد بنتمنى له كل التوفيق يا محمد طبعا، وكلنا منتظرين الاعلان والحديث وهنشوف الراجل كلماته واسلوبه وفكره وطموحاته قد ايه مع النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي فاروق كلنا منتظرين ان شاء الله الانطلاقه، ويا رب ان شاء الله يكون انطلاقه جيده، انطلاقه خير يستعيد النادي الاهلي فيها من جديد البطولات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. طيب كريم فاروق، احنا موجودين معاك يا محمد طبعا لو في اي استفسار او اي تساؤل. أبرز الحاضرين النهاردة في المؤتمر الصحفي، لجنة التخطيط هتكون موجودة مع مارسيل كولر، كابتن حسام غالي. يعني ادونا كده الكواليس قبل الناس ما تشوف صورة حية من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. اتفضل فاروق. اكيد يا محمد انت عارف ان بالامس زي ما وضحنا ان كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب واعضاء لجنه الكره بالنادي الاهلي مع المستر مارسيل كولر وجهازه الكامل يعني بالكامل. طبعا كان وجود المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن امير توفيق مدير لجنه التعاقدات بالنادي الاهلي، بالاضافه طبعا يا كريم لوجود الكابتن محسن صالح الكابتن زكريا ناصف. دول تعتبر يا امير انت محمد دول ابرز الحضور اللي هيكونوا موجودين طبعا في النهارده في المؤتمر الصحفي. انت عارف يا محمد ان دايما كتير امور كتير جدا كريم ان النادي الاهلي في يعني تقدر تقول في رولز او في امور بتسير ب يعني عدم وجود طبعا مجلس الاداره بالكامل، بيبقى موجود المسؤول اللي قام بالملف. ده اللي لمسناه خلال الفتره الماضيه كريم من المسؤولين في النادي الاهلي، ازاي اقدم المدير الفني او اقدم اللاعب. بالتاكيد. طيب. يمكن زي ما فاروق قال محمد طبعا منتظرين الحضور، منتظرين كل الشخصيات المتواجده، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده زي ما باكد لك وتكون خير وسعاده على كل جمهور النادي الاهلي. محمد كريم، عايز اعرف انطباع ميشيل يانكون مدرب الحراس على عودته من جديد لتدريب حراس المرمى، عايز اعرف انطباعه. يمكن امبارح الناس كلها شافت بعض اللقطات ليه، راجل مبتسم سعيد جدا بالعوده وكانه كان متواجد ومتربي داخل النادي الاهلي منذ الصغر.
هي حاله فريده من نوعها الحقيقه يا محمد، يعني مش لي انا كون يا فاروق، حاله فريده من نوعها ومش هنشوفها كتير داخل النادي الاهلي، ان هو عنده الحب والانتماء والتعطش الكبير جدا. يمكن شفناه فاروق امبارح في التدريب، كل اعضاء النادي الاهلي بتتصور مع كوره، لكن كل بيروح لميشيل، الكل بيهنيه، الكل بيهنيه على عودته، لان هو الحقيقه البصمه اللي احنا شايفينها في حراسه المرمى بالكامل، شوبير، علي لطفي، حمزه الشناوي، هي بصمه تمشي لي انا كنت. مجهوده الكبير الحقيقه الفتره اللي فاتت باين بشكل كبير جدا لما شفنا في المباراه الاخيره فاروق، فيمكن الترحاب كان كبير جدا. الراجل كمان عنده رهب، يعني عنده روح كبيره جدا، هو يرجع يشوف ان الجمهور النادي الاهلي يشوف اكتر من كده على قد المستوى الكبير اللي قدمه الفتره اللي فاتت، لكن الراجل عنده طموح كبير، راجل سعيد جدا وبانت السعاده دي معاه في التدريبات، لكن بنامل ان شاء الله باذن الله يكون في انسجام مع التيم ورك كله يا فاروق، كل التيم ورك يكون منسجم بشكل كبير، الكل يخدم على بعضه، لان الهدف والنجم هو النادي الاهلي. محتاجين كمان ان احنا نشوف كولر على ارض الملعب، شخصيته كويسه جدا، عنده كاريزما، لكن عايزين نشوف ارض الملعب التعامل مع اللعيبه فاروق هيبقى عامل ازاي، التكتيك، الامور، الخطط التدريبيه. فان شاء الله في خلال الايام القادمه مع التدريبات من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي، نشوف كل الامور الخاصه بالجهاز الفني بقياده مارسيل كولر، يا رب ان شاء الله يكون موفق مع فريق النادي الاهلي هذا الموسم فاروق باذن الله. زملائي العزيز بالتاكيد كريم احمد وفاروق صلاح، بشكركم شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والتغطيه بالتاكيد من مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الاهلي. هخرج الى فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا اثنين من كبار النقاد الرياضيين، الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، وتفاصيل كتيره وموضوعات مهمه جدا هنناقشها قبل انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي النهارده. تابعونا لان عندنا كواليس واخبار ومعلومات حصريه عن مستقبل فريق الكره في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اهلا بحضراتكم من جديد، وتغطيه المؤتمر الصحفي وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بالتاكيد بيشرفني وبينورني اثنين من كبار النقاد الرياضيين اللي بتشرف دايما بلقائهم ومحاورتهم خلال الفترات السابقه والقادمه باذن الله، وبالتاكيد ده فرصه عظيمه موجودين معانا عشان نسمع ارائهم النهارده ونشوف انطباعاتهم على اختيار مارسيل كولر المرحله القادمه في النادي الاهلي. بالتاكيد برحب في البدايه بالاستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال برحب بيك، منور الدنيا. وحشني محمد، اهلا بيك جدا، يعني سعداء طبعا، انا سعيد شخصيا ان انا موجود معاك. الله يخليك يا رب. وكمان معايا يمكن احد اضلاع النقد الرياضي الكبير في مصر الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود ده منور الدنيا وبسعد دايما بوجودي معاك. منور الدنيا ودايما متالق. الله يخليك يا استاذ محمود. يمكن النهارده يمكن خدمه خمس نجوم لجماهير النادي الاهلي، مش هتتفرج على وقائع المؤتمر الصحفي بس، لا ده لقاءات، وهتشوف كل الاجواء من داخل النادي الاهلي، وكمان هتسمع الجديد والمعلومات الخاصه والحصريه من خلال هذه التغطيه الخاصه. لكن في البدايه استاذ جمال، عايز اعرف انطباعك على المرحله السابقه واختيار المدير الفني واستراتيجيه الاهلي تحديدا في المرحله دي للاستعداد للموسم القادم واختيار والاعلان عن تعيين مارسيل كولر مديرا فنيا للاهلي. اول حاجه بنقول للناس اللي كانت يعني متربصه وبتقول النادي الاهلي اتاخر، النادي الاهلي اتاخر في ان هو يعلن اسم المدير الفني. مش مهم انك تتاخر، المهم ان انت في النهايه تتعاقد مع مدير فني يعني مناسب خلال المرحله القادمه، اللي هي هتكون مش مرحله بقى عاديه. يعني المرحله القادمه دي ما هيش مرحله عاديه، هي مرحله لبناء وتصحيح بعض الامور، فمحتاجه مدرب عنده خبرات. هذا المدرب من خلال السي في بتاعه عنده خبرات كويسه جدا على جميع الاصعده، يعني اشتغل في انديه كتير سواء ومنتخبات، وايضا اشتغل او بيهتم من خلال الكلام اللي احنا اللي هو حكاه كمان في الحوار الرائع اللي اجراه الموقع معاه، يعني موقع الرسمي للنادي الاهلي، ان هو مهتم كمان بالناشئين اللي هم ممكن يخدموا او يكونوا قوه دعم اضافيه للفريق الاساسي او الفريق الاول. ويمكن دي نقطه مهمه جدا في عمل اي مدرب، ان هو يعني عنده نظره شامله لقطاع كره القدم كله، وبالتالي هيبقى في نوع من التنسيق مع قطاع الناشئين في ان هو يتابع اللعيبه الواعده يعني. فنقدر نقول ان هو كاختيار مبدئيا، ردا بقى على بعض محاولات التشكيك المبكره للاسف الشديد، بعض الناس يقول لك اما يجي، طب ما هو طبيعي، الناس بتقول ايه؟
اللي هو عايز يشكك في اي اختيار والله مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي. ما هو ده حتى لا وده حتى امر واقعي منطقي. لا امر منطقي لانك لو جبت افضل سي في لمدرب في العالم كله هيظل تقييم التجربه على ضوء النتائج اكيد. لكن ما ينفعش انك تيجي تهمد حد قبل ما يشتغل. فاحنا بنقول ان هي فكره انه مدير فني السي في بتاعه حتى الان يعتبر سي في ممتاز جدا، فده يعني يخليك تثق ان الاختيار جيد جدا. كمان ان هو انا من التفاؤل اللي انا بتفائله ان هو بينتمي الى سويسرا، لان فايلر كان له تجربه اكثر من رائعه، قصيره صحيح، لكنها كانت تجربه رائعه، لان المدربين في سويسرا يعني بيحتكوا اكتر مع الكره الالمانيه، سيبك من سويسرا والنمسا لكن هم متاثرين. هو بيتكلم الماني كمان، بيتكلم الماني بيتكلمش فرنساوي، وهو اشتغل فتره برضه في المانيا فعنده خبره، اعتقد انها ممكن تكون ان شاء الله مبشره بالخير يعني. تمام استاذ محمود، يمكن استاذ جمال دخل على طول كده بسرعه في التفاصيل والردود الافعال وتقييم التجربه. هل السؤال اللي ينفع يطرح دلوقتي يعني، هل مع اختيار مارسيل كولر هل مقبول ان الاعلام يطرح السؤال ده للجمهور؟ احنا مش في مرحله تقييم هذا الاختيار؟ لا احنا في مرحله تقطيع هذا الاختيار. ايوه صح، من الاخر احنا من الاخر في مرحله تقطيع، ويدوك دروس كمان يعني، مديك دروس وبصدر لك الاحباط، ينظروا يعني، يعني انظروا يعني بمعنى اجي قدام الاهلي وبايرن ميونخ فاقعد اتكلم على الطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها موسيماني، قدام الهلال والزمالك اتكلم على ابداع فيريرا. هذا هو الاعلام في مصر، اعلام رائع واعلام حيادي واعلام فاهم. حتى قدام الهلال اللي خد اربعه اربعه مع الرقفه، مش عاوزين نقول تفاصيل باقي المباراه حصل فيها ايه يعني، لو اللي بيتفرج والفاهم الاهلي ما رضيش يكمل ودوس، كان ممكن النتيجه تروح في صحيح. 6 و7 و8، لكن في صوت طلع من كده اهدى، الناس كلها هديت في الملعب. يعني عاوز اقول لك ايه، لا مش بالصوره دي، انت رايح في بدري زي طريقه اختيار مثلا فيتوريا، مش عاوز مدرب مش مصري، هات ايمن عبد العزيز باي منطق؟ الراجل بيقول لك انا مش عايز حد وخلاص. لا وقال لو تم الاختيار هيكون في المدرج. يعني دي كارثه، واضح دي كارثه وكلام، لا واضحه الدنيا والسكه الموضوع. عاوز اقول لك ده كله ده كلام، لازم يكون الرؤيه في الاهلي واضحه خلاص يا جماعه. يعني اعتقد المشهد اللي حصل في السنه اللي فاتت مشهد كاشف لحاجات كتير جدا. لابد اولا الاعتماد على نفسك بالعمل وبالاخلاص وبالجهد وبتصليح الاخطاء، وتطلب من الله التوفيق. توفيق ربنا هو رقم واحد في المرحله الجايه. مدرب هيكون عليه ضغوط رهيبه جدا، مدرب في الظروف الصعبه من وجهه نظري، مدرب محتاج حمايه لانه لن يترك يعمل بهدوء. دي اهم نقطه، لابد من الاعلام الاهلاوي، وقبل الاعلام الاهلاوي الجمهور الاهلاوي هيكون واعي جدا ويتعلم من درس ما حدث مع بيتسو موسيماني، واستطاع ازاي وكم كانت الفرحه كبيره جدا بسبب تفوق موسيماني في كل المواجهات وبسبب ادارته ونجاحه، كان نتيجه انه ايه تم الزج من خلال اكونتات وهميه ادعت انها تنتمي للنادي الاهلي وانخدع فيها الجميع وصار وراه، وكانت المصيبه ان ظهر الوجه الحقيقي. التهنئه العامه للجميع ان احنا استطعنا ان احنا نتخلص من هذا الرجل. هذا الرجل القادم لديه سي في انا من وجهه نظري كمتابع شايفه جيد، عنده خبرات، عنده بطولات، عنده راجل هادي مبتسم. نقعد بقى نطلع بقى عليه شويه حاجات، مش انا لا يعنيني هذا الكلام، مش هوقفني عادي، السوشيال ميديا تعمل اللي عايزاه، ده بيعمل وده بيعمل، لكن انا عاوز اقول لك انه اهم حاجه جمهور الاهلي عاوز يشوف ايه، عاوز يشوف كوره على الارض. صحيح ماشي. وزي ما فايلر خطف الانظار في اول مواجهه في السوبر بالفوز على الغريم التقليدي في مباراه قدم فيها الاهلي واحده من افضل واروع مبارياته، ولولا اصابه الاثنين مدافعين كانت النتيجه هتروح في اكتر من كده في المباراه، ايضا الناس تنتظر الظهور الاول لهذا الرجل لمارسيل كولر. فاعتقد برضو المواجهه الرسميه تبقى مع
المنافس التقليدي في السوبر في الامارات باذن الله. قبل كده هيكون في بدايه لدوري ابطال افريقيا اعتقد، يعني هيكون في مباراتين برضه صعبتين جدا في دور 32، يا اما مع الجيش الرواندي يا اما مع بطل تونس اللي هيكون. فاعتقد انه ايه الـ 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 الاجواء مختلفه، ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي اصلا. يعني فعلا الناس كانت قلقانه والجمهور كان قلقان ومرتبط بالمساله ونفسهم يشوفوا حاجه. في تجربه انا ناجحه قبل كده مع الكره السويسريه، ايضا في تجربه جديده اتمنى ان شاء الله يكون فيها التوفيق. اتمنى كمان اللاعبين يكونوا على قدر المسؤوليه، وده اهم حاجه، يشعروا بما حدث في السنه اللي العام الماضي. طيب زي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشه، يمكن خلاص وقائع المؤتمر الصحفي هتنطلق الان. استاذ جمال انا بشكرك، استاذ محمود انا بشكرك، هنرجع تاني بعد وقائع المؤتمر الصحفي، لكن نروح مباشره الى مقر النادي بالجزيره عشان نشوف تقديم المدير الفني السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الاهلي بشكل رسمي. زملائي الأعزاء، السادة الإعلاميين والصحفيين والمصورين، الحضور الكريم، برحب بحضراتكم جميعا في ناديكم النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا. وأود في البداية أن أتوجه لكم جميعا بكل الشكر والتقدير لحرصكم على مشاركتنا فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمشيئة الله في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السيد مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. بالتأكيد اختيار هذا المدرب صاحب السيرة الذاتية المتميزة سبقته رحلة بحث استغرقت بعض الوقت بين مدربين كتير من مدارس كروية مختلفة وفق أهداف ومعايير محددة للنادي سواء على المستوى المحلي أو القاري أو العالمي، انتهت بالطبع إلى اختيار السيد مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي. قبل ما يحدثنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن كل هذه التفاصيل وكيف جرت وما آلت إليه المفاوضات، أود أن أتوجه بالشكر للجهاز الفني السابق ولكل من ساهم ويساهم في رفعة شأن هذا الكيان العظيم الذي نعتز ونفخر جميعا بالانتماء إليه. كابتن سيد عبد الحفيظ تفضل. السلام عليكم. يعني في البداية طبعا بشكركم جميعا على الحضور، فرصة كويسة ان احنا بنلتقي من حين لآخر خصوصا لما يكون في مناسبات. لكن قبل ما نبدأ في تقديم الكوتش فخلينا نقول شكر واجب للجهاز الفني السابق، الكل اشتغل والكل اجتهد، لكن في النهاية يعني في قرارات بياخدها مجلس إدارة النادي الأهلي أو لجنة التخطيط والمشرف العام على الكورة، ملهاش علاقة أبدا بالأشخاص وملهاش علاقة أبدا بالأفراد، بيبقى لها علاقة دايما بمصلحة النادي. فشكر واجب للجهاز الفني السابق على كل اللي قدمه معانا. ممكن تكون الرحلة كانت قصيرة لكن في النهاية
الناس اجتهدت واشتغلت وفي النهاية بنشكرهم. يعني يمكن في الاختيار زي ما كانت في المقدمة وتقالت من خلال سير ذاتيات تعرضت على مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط مشرف عام على الكورة، سير ذاتية كتير جدا، فكان أنسبها وأفضلها في الوقت الحالي والمرحلة اللي احنا فيها. شغل في النادي الأهلي هو بقى شغل سهل صعب وصعب سهل الاثنين في بعض على حسب طريقة تفكيرك وطريقة تعاملك مع النادي ومراحله، فكان الاختيار الأنسب من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط هو المدير الفني كولر. إن شاء الله الرحمن يكون موفق معنا بإذن الله. أهلا بك في بيتك، يعني كل المساندة وكل المؤازرة ليك، مش هتحس أبدا بأي غربة أو هتحس بأي فرق أبدا. النادي الأهلي هو نادي أوروبي في قارة أفريقيا من خلال السيستم أو النظام اللي بيتبعه. يعني تحدي جديد، مشوار جديد، بداية جديدة، لكن الكل هيبقى عنده هدف واحد، الكل عنده طريق واحد، ملهاش علاقة أبدا بطريقة فكر شخص أو اثنين أو ثلاثة، هي طريقة فكر منظومة كاملة. يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين، إن شاء الله هتنجح معانا بإذن الله، إن شاء الله الرحمن وننجح معاك. حقق من خلال السيرة الذاتية اللي تعرضت على مجلس إدارة ولجنة التخطيط كان الأنسب أو الاختيار أو النقاط أو الأهداف اللي حاولنا نحققها في الشخص الاختيار، يعني كان راجل يبقى عنده خبرات كبيرة، عنده بطولات. يعني فكرة إن أنت تتمرن في النادي الأهلي أو تشتغل في النادي الأهلي هي فكرة مش سهلة خالص إطلاقا. يعني ممكن السيستم يساعدك والنظام يساعدك، لكن في النهاية شخصيتك هي الأهم. يعني ده متوفر في الراجل من خلال يمكن لقاءات صغيرة، لكن إن شاء الله بإذن الله يبقى التوفيق حليفه والتوفيق يكون معنا ومعه بإذن الله. أنا طبعا هو هيقدم جهازه، لكن دي كانت المقدمة عرضنا فيها واستعرضنا فيها كيفية الاختيار، وبكرر شكري للجهاز السابق وإن شاء الله الرحمن بالتوفيق في بداية مرحلة جديدة وتحدي جديد وموسم ممكن يبقى صعب جدا، لكن في النهاية إن شاء الله الرحمن كل العقليات اللي موجودة وكل الناس اللي بتشتغل عندها من طريقة الفكر أو طريقة التعامل إنها بإذن الله ننجح وننجح بشكل كويس إن شاء الله. سيد مارسيل كولر، أكيد كل الحضور منتظر يسمع حضرتك، تفضل. Ja, ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود معكم هنا. Und dass wir das erleben dürfen auch mit dieser Tradition in diesem Verein. إن إحنا نقدر نعيش العيشة اللي موجودة للناس كلها موجودة هنا. Und wir sind natürlich auch sehr stolz, dass die Verantwortlichen uns als Team ausgesucht haben. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والإدارة اللي ورا ظهرنا. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir jetzt am Anfang sind und schon viele Lorbeeren bekommen haben, aber noch nichts geleistet haben. احنا انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير بس احنا لسه ما ابتديناش. Und für uns wird wichtig sein, dass wir gut und intensiv mit den guten Spielern, die wir haben, arbeiten, um natürlich das Beste für Al Ahly rauszuholen. بالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا نشتغل مع اللعيبه ونطور منهم علشان نطلع احسن حاجه ممكنه للنادي الاهلي. Und das Beste heißt immer zu siegen. Wird nicht immer möglich sein, aber Titel zu holen, das ist das, was wir schon selber auch oder ich mit meinem Team erlebt habe. Ich weiß, wie das ist und das ist das, was wir anstreben werden. احسن حاجه طبعا هي الفوز، وده اللي هنحاول نشتغل عليه، وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. Und was ich jetzt auch in den Diskussionen, Vertragsdiskussionen erleben durfte, ist eine sehr professionelle Geschäftsleitung. في المناقشات مع الإدارة وساعة توقيع العقود حس إن هو فعلا في إدارة professional شغالة ورا النادي الأهلي.
Und da möchte ich mich natürlich beim Präsidenten, beim Captain Khatib und all den zuständigen Personen herzlich bedanken. وبيشكر كل بيشكر طبعا اولا رئيس نادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. Und ich denke auch, es wird in diesem Club viel von Familie gesprochen und wir dürfen das jetzt in diesen zwei Tagen schon sehr gut erleben. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir zusammen mit diesen Fans, mit diesen Personen, mit unserer Arbeit auf dem Platz dazu beitragen werden, dass wir erfolgreich sein können. هو يأمل ان هو مع مساندة الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. Und ich freue mich, dass es gestern schon losgegangen ist, aber dass es weitergeht und wir arbeiten können auf dem Platz, weil das ist das Wichtigste. هو مبسوط ان هو ابتدى امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج Danke. Vorstellen. Ja, ich möchte natürlich anfangen bei meinem Assistenten Harald Kemperle. Vielleicht schon Lufstein oder mit? Mr. Harald Kemperle. Ist der Co-Trainer, Assistant Coach. Assistant Coach. Dann Yassin Mikari. Yassin Mikari. Video Analyst. Video Analyst. Dann haben wir Sammy, ist bekannt natürlich hier. Captain Sammy. Im Verein. Yeah. Und Michele, der Tormann-Trainer. Und Michele, مدرب ال. Den man auch schon kennt im Verein, ja, schon lange hier. Und dann ist noch unser Athletiktrainer, der ist jetzt im Moment nicht hier, weil die Mannschaft Fitnesstests macht und er ist da mit dabei. ومدرب اللياقة البدنية تيتسيان. تيتسيان, ja. تيتسيان. دلوقتي حاضر مع الفريق علشان يعمل القياسات والفحص الطبي والحاجات زي كده. Und ich freue mich, dass Captain Khatib auch noch eingetroffen ist. ومبسوط جدا ان كابتن خطيب حاضر معانا حاليا. Okay. شكرا للسيد مارسيل كولر وعلى تقديمك لجهازك المعاون والتوفيق في المرحله القادمه ان شاء الله. في الدقائق اللي جايه دي نستاذن حضرتك هنستعرض بعض الاسئله للساده الاعلاميين. السؤال الاول من احد الزملاء بيسال حضرتك ازاي بدات المفاوضات مع النادي الاهلي؟ يا بير bekommen Anruf über meinen Manager Dino Lamberti, dass ja Al Ahly Interesse hatte oder hat und dann gab es erste Gespräche, Zoom-Videogespräche und so hat das Ganze angefangen. الأول حصل مكالمة تلفونية عن طريق المانجر بتاعه إن النادي الأهلي عنده رغبة في إن هو يتعاقد معاه وابتدى أول Video Conference بينهم. Ja, da war Amir war da mit dabei und hat. Ustaz Amir kann mal gut machen. Natürlich auch die eine oder andere Frage gestellt über das Sportliche, über Ideen, die wir haben und so hat sich das Ganze entwickelt. وسأل كم سؤال عن ال ال الموقف بتاعه وال وظروف ال ال الكورة ويعني كلام عن الكورة specifically. Khaled war auch noch mit dabei und hat das natürlich auch, oder beide haben das sehr gut gecoacht und ich habe mich eigentlich schon von Anfang an sehr wohl gefühlt. Wer war noch dabei? Khaled. Khaled? Ja. Khaled kann daim, Ustaz Khaled kann daiman معاه وكان في نقاش بينهم وده ده خلى الموضوع يوصل لحاجه متقاربه يعني فاهم. Und was mir eigentlich auch imponiert hat, ist natürlich Captain Khatib, dass er
selber hervorragender Fußballer war und dass er in dem Sinne auch Fragen gestellt hat, die mit Fußball zu tun haben. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. اللي اعجبه فعلا ان كابتن الخطيب كان موجود في المحادثات وسال اسئله مختصه فعلا بالكوره علشان هو لعيب كبير وعارف يسال الاسئله المعينه اللي ليها دعوه بالكوره اللي هو يعني كان معجب بيها جدا. في زميل صحفي اخر بيسال حضرتك عن الدوافع اللي خلتك قبلت عرض النادي الاهلي. Ja, ich habe mich entschieden, weil das der größte Verein ist in Afrika, weil das eine riesen Herausforderung ist, weil ich eben ein gutes Gefühl hatte mit den Personen, die, wo wir gesprochen haben. Ja. هو قرر الأهلي علشان الأهلي أكبر فريق في أفريقيا وإحساسه كان قوي جدا إن هو عايز يتقرب ويتعامل معاه ويشتغل معاه. Und natürlich unglaublich viele Fans durfte ich auch schon erleben, was da möglich ist. والفانز الكبير يعني. Und natürlich auch die Spieler. Das ist das Wichtigste, dass wir gute Spieler haben, um die auch weiterentwickeln zu können. والمهم جدا طبعا اللعيبه الكويسين اللي هيشتغل معاهم واللي هيطور منهم بعد كده. في زميل إعلامي آخر بيسأل حضرتك عن انطباعك عن النادي الأهلي خلال اليومين اللي فاتوا. Ja, gut, es ist natürlich kurze Zeit, also dass das sehr professionell ist, dass man da sehr eben sich auch wohlfühlt, dass viele Leute da sind, aber alle Freude im Gesicht haben, für diesen Verein zu arbeiten. الوقت قصير جدا طبعا بس هو اول ما وصل حس بحب الناس للنادي وهكذا يعني. Und wie gesagt, natürlich diese Fans, dass man da eine super Unterstützung hat. Und das ist wichtig, dass sie uns weiter anfeuern und dass wir natürlich mit unserem Spiel, mit unserer Spielweise die Fans auch begeistern können. وطبعا الفانز ومساندة الفانز للنادي الأهلي وهو معتمد اعتماد تام على ان الفانز يفضلوا يكملوا يساندوه وهو هيشتغل على كده ان شاء الله. زميل اخر بيسال حضرتك هل شفت مباريات لفريق الاهلي في الفتره اللي فاتت وشايف المرحله القادمه ازاي؟ هل شفت بعض المباريات لفريق الاهلي في المرحله اللي فاتت وشايف المرحله القادمه ازاي؟ Ja, ich habe natürlich Video oder Spiele angeschaut von Ihnen. هو شاف بعض الماتشات. Und eigentlich da schon auch ein gutes Gefühl bekommen. وجاله إحساس كويس. Aber meine Erfahrung sagt, dann auf dem Platz, im Training, in den Spielen, wenn du live dabei bist, dass das entscheidend ist. بس خبرته بتقول إن هو في الملعب وفي التمرين وفي الاحتكاك مع الناس هو ده الموضوع الأساسي اللي هو بيشتغل عليه. Und ich habe sicher den einen oder anderen Spieler gesehen. Ich möchte jetzt aber nicht speziell darauf eingehen, weil ich zuerst alle kennenlernen möchte. وأكيد شاف لعيب أو آخر وبص عليه بس دلوقتي مش عايز يقول أي معلومة عن أي حاجة. في زميل آخر بيسأل حضرتك عن تفاصيل الاجتماع اللي جرى مع السيد رئيس النادي امبارح. وأبرز الموضوعات اللي تطرقت إليها. Ja, wir haben über den Verein gesprochen und da ist es natürlich wichtig, dass du dass wir jetzt auch neu hier sind. Du kannst dich über das Internet informieren, aber wichtig ist von den Personen, die hier sind,
dass du da Informationen bekommst und so schnell wie möglich ein gutes Gefühl bekommst, was wie wo abgeht. هو قعد واخد طبعا معلومات عن النادي وعن الناس اللي حواليه اللي هو ممكن يتعامل معاهم ودي حاجه مهمه جدا علشان يبتدي حياته المهنيه او الشغل ان هو في النادي. السؤال اللي بعد كده هل تم الاتفاق مع اداره النادي على فتره اعداد في مكان معين وهو يفضل معسكر الاعداد الاهلي هيبقى موجود فين؟ Ja, da werden wir uns noch absprechen mit Zeit und dementsprechend wird das sicher heute passieren, aber ich möchte das jetzt noch nicht hier da öffentlich bekannt geben. لسه ما حصلش قرار لسه هي هيحصل مناقشه مع كابتن سعيد وقريب جدا خلال اليومين اللي جايين دولت هنعرف عن الخطه اللي جايه عامله ازاي. Wir werden das nach der Pressekonferenz tun. Wir werden uns nach der Pressekonferenz besprechen. بعد المؤتمر الصحفي هياخدوا قرار في الموضوع ده. هل في اتفاق تم مع إدارة النادي عن بعض اللاعبين اللي ممكن ينضموا للفريق في المرحلة اللي جاية وموقف بعض اللاعبين اللي ممكن إن ما يكونش النادي في حاجة لهم في المرحلة اللي بعدها؟ Ja, wir haben jetzt ein Training gemacht und das wird sicher auch eine Aufgabe sein, da die Spieler kennenzulernen und zu sehen, was für Qualitäten das sie haben. Und dann werde ich das je nachdem natürlich dann mit den Verantwortlichen besprechen. احنا عملنا بس تمرينة واحدة بس ولسه لازم ابص اكتر على اللعيبة علشان اعرف اقرر ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. في زميل اخر بيسال كان في تجربه ناجحه للمدرب السويسري ريني فايلر هنا مع النادي الاهلي فبيسال حضرتك هل تم التواصل معاه قبل الاتفاق على تدريب النادي الاهلي وايه ابرز الحوار لو كان تم في حوار اصلا يعني. Nein, habe ich nicht gemacht, weil ich halt einfach auch der Meinung bin, dass wenn du irgendwo hingehst, musst du das nach deinem Gefühl tun. Und wenn du eine andere Person fragst, dann klar, sagt er dir seine Dinge. Aber ich glaube, dass wichtig ist für einen selber, das zu erleben und zu spüren. Und vielleicht werde ich irgendwann mal anrufen, aber ich glaube, den Anfang, und das habe ich immer so gemacht, okay, selber zu erfahren, zu spüren, ohne dass man von anderen noch, ja, das ist der und der macht das so und da musst du aufpassen, das ist nicht mein Ding. هو ما كلمهوش، هو كان عايز ياخد ال 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 الخطوة دي بأحاسيسه هو ويعيش العيشة بتاعة الدخلة دي بالطريقه بتاعته هو مش عايز كان يتاثر باي كلام من اي حد تاني ممكن بعد كده يكلمه بس بعد ما ياخد حته او الفتره التعارف دي ويكلمه بعد كده اما دلوقتي مش عايز يكلم حد. النادي الاهلي عنده تحديات كتيره في المرحله اللي جايه سواء على المستوى المحلي جمهور الاهلي منتظر استعاده لقب الدوري واستعاده دوري ابطال افريقيا. هل مثل هذه التحديات بتمثل نوع من الضغط عليه في بداية المرحلة؟ Ja, als ich jünger war, hatte ich dunkle Haare. لما كان صغير كان ما كانش عنده شعر أبيض. Mittlerweile sind sie ein bisschen heller. ودلوقتي شعره الابيض زاد. Also das heißt auch ich habe mehr Erfahrung, ich habe mehr Ruhe. ده معناه ان هو عنده خبره كبيره وبقى اهدى في التعامل. Und ich habe auch schon viel erlebt, also ich glaube ich werde das auch
gut handeln können. وشاف كتير وده معناه ان هو هيقدر يتعامل مع الضغط ضغط الجمهور. بس das musste viel sein, klar. والبطولة دي حاجة ما يعني مفيش كلام فيها يعني لازم. أول مرة حضرتك تخوض تجربة تدريبية خارج أوروبا، هل القرار كان صعب بالنسبة لك؟ Ja, also es brauchte natürlich schon eine gewisse Zeit, dass man also beim ersten Telefonanruf und dann hat man sich da informiert, geschaut und okay. Aber wie gesagt, das Entscheidende war die Personen, die zuständig waren, die haben mir ein gutes Gefühl gegeben. كان بالنسبة له غريبة شوية بس بعد ما حصل الكلام عن طريق الزوم وشاف التيم اللي اتكلم معه واتفق معه جاله احساس ان هو يقدر يجي يشتغل هنا معانا في مصر. انطباع حضرتك عن الكره المصريه بشكل عام والكره الافريقيه؟ Ja, ich glaube, dass ägyptische Fußball natürlich auch in den letzten Jahren, ich war 1988 da mit der Nationalmannschaft. كان هنا 1988 مع ein Spiel gemacht habe, also mit der Nationalmannschaft, Schweizer Nationalmannschaft, Ägypten, Schweizer Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass auch da natürlich über die Jahre der Verband die Mannschaften, Teams, also jetzt Al-Ahli im Speziellen, sich weiterentwickelt hat und gute Spieler herausgebracht hat. وشاف يعني من الوقت هذا لغاية دلوقتي شاف تطور كبير جدا في مجال الكورة وبالذات النادي الأهلي. Und ich glaube, dass der gesamte Kontinent, dass Afrika so mit früher zu heute, dass das natürlich auch viele Spieler, die in Europa gespielt haben, dass die viel Taktik, Technik mitgenommen haben und da die Vereine auch weiterentwickelt haben. وبالنسبة لأفريقيا طبعا في ناس كتيرة محترفة في أوروبا. والناس دي أخذ معاها تكتيك ولعب مميز طور من ال من ال من اللعب حتى في أوروبا يعني فاهم. جماهير النادي الأهلي عادة ما بترغب في الجمع بين الأداء المتميز وتحقيق البطولات، معادلة صعبة، هو قادر على تحقيقها في المرحلة اللي جاية؟ Ja, das muss das Ziel sein. Also wir wollen nicht trainieren und schön spielen, wir wollen erfolgreich sein. احنا مش عايزين نتمرن ونلعب حلو قوي، لا احنا عايزين نكسب وبس. Und wenn wir schön spielen und gewinnen, dann ist noch besser. لو لعبنا كويس وكسبنا احسن واحسن. البعض تحدث عن غيابك عن الحقل التدريبي خلال الفترة الماضية، ممكن توضح لنا الأسباب؟ Ja, ich glaube, es ist, wenn man so intensive Tage erlebt, ist es auch gut als Coach, wenn man dann mal kleine Auszeit hat. هو بيقول إن لما واحد بيشتغل مدة طويلة ومحتاج برضو وقت إن هو يرتاح فيه شوي. Und ich habe in der Schweiz ein Haus gebaut und das ist gut, wenn man mit dabei ist. وهو بنى البيت بتاعه بنفسه وبيقول كويس لما واحد يبقى موجود متواجد ساعات لما بيبني البيت. Und ich habe viele Verletzungen gehabt und ich habe jetzt noch mein also Anfang Jahr mein Knie operiert. وكان عنده إصابات كتير وعنده وعمل Anfang des Jahres. Bin jetzt aber ja Anfang. وأول السنة عمل عملية في ركبته. Und bin jetzt wieder fit und darum bin ich wieder mit dabei. ودلوقتي بقى أحسن وكويس ودلوقتي موجود معكم. في الكرة المصرية احنا بنعاني كتير من ضغط المباريات، هل هو عنده قدرة على التعامل ده وازاي هيحل مشكلة
الضغط دي اللي بتسبب في اصابات عدد كبير من اللعيبه. Ja, das habe ich auch mit Zayed ja schon besprochen oder mitbekommen, dass das natürlich eine schwierige Phase ist oder dass man das handeln muss, dass man ein großes Kader hat, dass man die Spieler auch eine Auszeit geben kann. Ich habe mit Captain Zayed über das Thema gesprochen, wir haben zusammen und er hat gesagt, was in der Zeit passiert ist. Und هيحاول في الفترة اللي جاية بالتيم الكبير ده يحاول يوفق الراحة والتمرين في نفس الوقت. Und da wird natürlich auch wichtig sein, dass unser Athletik-Coach mit dem Team zusammen, dass wir die Mannschaft gut vorbereiten. والمهم جدا طبعا المدرب اللياقة البدنية ان هو يشتغل مع الفريق بطريقه ان هو يخليه في احسن حاله. Dass wir uns natürlich auch gut mit unserer ärztlichen Abteilung, mit dem Doktor und mit den Physiotherapeuten sprechen und auch spüren, okay, ist jetzt im Spiel vielleicht müde, müssen wir dem eine Pause geben. وطبعا التعامل مع الجهاز الطبي والرعايه والتاهيل عشان نعرف اذا كان اللعيب يقدر يخوض يعرف يخش التمرين ويشتغل ويلعب ولا لا. Und Sie sehen, dass da viele Dinge zusammenkommen, die man da managen muss, um dann schlussendlich auch fit, gesund zu bleiben und die Spiele bestreiten zu können. ولازم طبعا يدير حاجات كتيرة قوي علشان يوصل لمرحلة إن ياخد قرار ان اللعيب من دولت يقدر يخش الملعب وياخد ويلعب. Und grundsätzlich will jeder Spieler will immer spielen und da muss man vielleicht dann auch mal als Trainer sagen, okay, du musst jetzt Pause. واساسي طبعا ان كل لعيب عايز يلعب كل ماتش بس انا كمدرب ممكن اخد القرار ان هو يقعد ويريح شويه. Weil wenn ein Spieler verletzt ist oder Muskelverletzung hat, dann fällt er länger aus und es ist vielleicht besser, mal ein Spiel auszulassen, als dann eine Verletzung zu riskieren. ولو لعيب مصابة خفيفة في العضلة أو حاجة زي كده لو كمل لعب لا الأحسن له إن هو يريح علشان ما يتصابش إصابة زيادة فيقعد فترة طويلة مصاب. النادي الاهلي قدم مجموعه متميزه من الناشئين في الفتره اللي فاتت، هل ممكن نشوف البعض منهم في التشكيله الاساسيه للاهلي في المرحله اللي جايه؟ Ja, das ist immer möglich. Es ist natürlich wichtig, dass die jungen Spieler, die hochkommen, dass die ihre Qualitäten zeigen. طبعا متاح و وال ومدام اللعيب هيوري قدراته وامكانياته هيوصل ان هو يقدر يلعب مع الفريق الاول. Und gerade für die jungen Spieler, das kann ich schon mitgeben, ist wichtig, einen starken Kopf zu haben. ولازم اللعيب الناشئ يبقى المنتال ستيت بتاعه التفكير بتاعه يبقى حاضر ويبقى قوي. Oder das zu lernen, weil es wird nicht immer nur nach oben gehen, also es wird auch Niederlagen geben und dann wieder aufzustehen und wieder zu attackieren. ولازم يتعلم كده ان مش دايما في مكاسب او نجاح هيبقى في مره فلازم يتعود على ان هو مره فوق او ان في مطبات في حياته الكرويه. Wenn sie das gut umsetzen, werden wir das sehen und klar natürlich dann auch einsetzen. واذا اذا اذا عدى المرحله دي وقدر يستحمل هيبقى عنده فرصه ان هو يلعب مع الفريق الاول. سيد مارسيل كولر اكيد لديك رساله
لجماهير النادي الأهلي الذي تنتظر منك الكثير خلال المرحلة القادمة؟ Ja, natürlich, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir gut trainieren, dass wir die Spiele fit machen, dass wir einen starken Kopf haben, dass wir diese Ideen umsetzen. إن شاء الله نحضر نفسنا بطريقة كويسة وفي التمرين وفي التجهيز وفي ويبقى مخنا جاهز وقوي في عشان نعدي المرحلة دي Und dass wir uns natürlich auch freuen, das erste Mal im Stadion zu sein, wenn dann Fans da sein werden. وطبعاً هيبقى مبسوط جداً لو الفانز موجودين في الاستاد عشان يشجعوا ويشجعوا النادي الأهلي. Diese tolle Atmosphäre auch selber erleben können. والاتموسفير بتاع النادي الأهلي والفانز اللي موجودين حواليه ده هيدوا له بوش جامد قوي. Und wir haben es gerne, wenn sie uns unterstützen und anfeuern, die Spieler, den ganzen Verein und mit uns dann schlussendlich erfolgreich sein können. يتمنى مساندة الجماهير والفانز في كل وقت بالطريقة اللي هو شافها. Good. زملاء الأعزاء بنستأذن حضراتكم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لأن تقريبا معظم الأسئلة مكررة ونستأذن السادة أعضاء الجهاز المعاون يتفضلوا للصورة التذكارية مع السيد المدير الفني. نستأذن حضراتكم نلتزم الأماكن علشان نتيح الفرصة لكل زمايلنا التصوير بالشكل المناسب. شكرا لحضراتكم جميعا وبالتوفيق للسيد مارسيل كولر وجهازه المعاون لتحقيق طموحات وأمال جماهير النادي الأهلي على كل المستويات المحلية والقارية والعالمية. شكرا لكم ونلتقي في مؤتمرات أخرى بإذن الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما تابعنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي للمدير الفني السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة بعد لمدة موسمين. يمكن الراجل اتكلم في أمور مهمة جدا ودخل في تفاصيل فنية كمان مهمة جدا قبل ما يكون للرأي العام وللجمهور للإعلام في المقام الأول، لأن الراجل واقعي هادي ما بيتكلمش في التفاصيل الفنيه المتعلقه بفرقته لانه بالتاكيد دي امور خاصه باللعيبه هيتكلم فيها الفتره اللي جايه في الغرف المغلقه، وكمان ادى انطباع كده على انه مدرب في المؤتمرات الصحفيه هيبقى هادي جدا ومهما حاولت تستفزه ببعض الاسئله هو دايما محضر وعارف بيقول ايه، ودي خبرات بتبان من المدرب اللي اشتغل فترات طويله وسنوات طويله مع اكتر من مدرسه في الفتره السابقه. طيب فرصه بقى مهمه جدا ان احنا معانا النهارده اتنين من كبار النقاد الرياضيين الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، نسمع رايهم لان انا يمكن تابعت كده اثناء المؤتمر سجلهم لحظات كثيره جدا وبالتاكيد نسمع بقى وجهه نظرهم في تصريحات مارسيل كولر. استاذ جمال، يمكن انطباعات حضرتك على تصريحات مارسيل كولر وفي ظل كمان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لجنه التخطيط الكابتن حسام غالي وفي حضور عدد كبير جدا من وسائل الاعلام. انا شايف ان هو تصريحاته منطقيه جدا و ان هو مش عاوز برضه يسبق الاحداث، يعني النهارده طبعا الصحفيين عاده بيبقوا
عندهم رغبة انهم يقفزوا الى المستقبل. ده بحكم شغلنا يعني ياخدوا منشتات. لا بيبقى عاوز يعرف مين اللي هياخد الدوري السنة الجاية مثلا او اللي بعدها. فطبيعي جدا ان الاسئلة كانت صحفيا يعني واصلة لمدى بعيد. لكن زي ما انت قلت يا محمد يعني هو كولر واضح ان هو هادي ومتعقل وعنده خبرات يعني مش هيرد على اي اسئلة بتسرع او مش هيقفز على الاحداث. هو ده الامر الواقع. هو الراجل بقاله ايه 24 ساعة ولا 48 ساعة؟ 24 ساعة. ها؟ يعني هو تمرين القادة التمرين امبارح فقط ولسه قدامه شوية وقت النهاردة. على فكرة النهاردة يعمل قياسات بدنية. على فكرة مش هيبقى وقت طويل يعني الناس برضو ما تقلقش لانه انا بقول محتاج وقت. يعني ايه مجرد ان هو ينزل التمرين مرتين ثلاثة هيبتدي يفهم الاجواء ايه وهيبتدي يعرف مشكلة اللعيب ده كذا مشكلة الأداء اللي بيعاني منه الفريق إيه عشان يشتغل على الحلول بقى. فطبيعي جدا إجاباته. وأنا بشوف أنه حتى من خلال يمكن إحنا اتكلمنا أثناء المؤتمر على أن الاستيفي بتاعه في بعض الأشياء المهمة الجميلة. طيب غير يعني نتكلم ممكن نتكلم عليها. بالضبط كده. طب أستاذ محمود سجلت نقاط عديدة، أبرز ما تابعته من تصريحات مارسيل كولر. حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المؤتمر، كابتن أول مرة يحضر مؤتمر تقديم مدير فني النادي الأهلي ويجلس في صفوف يعني الصحفية. صفوف الصحفيين. دي برضو دليل على أنه الدعم وأن أنا متواجد وأن أنا معاك. دي برضو لقطة مهمة جدا. قاعد شوية وانصرف لكن حضوره في حد ذاته برضو فيها كلام كتير جدا يعني. فيها رسالة مهمة جدا يعني لدعم الراجل ومحتاج بأمانة شديدة. الراجل فعلا محتاج دعم. الراجل عاوز أقول لك لم يقدم منشتات ولم يكن في حسابه الترند. انطباعي واقعي ماشي على الأرض. قال أنا شفت شرايط بس الواقع حاجة تاني. سألت فايلر لا أنا مش هسأله دلوقتي، أنا أحب أشوف أخذ انطباع بنفسي وبعد كده أكلمه وأقول له إيه رأيك في اللي كان بيحصل. ده دليل على أنه إيه مش مقتنع بال لا ما تديلوش الصورة الحلوة. هو عاوز يشوف بعينيه ونزل على طول. ما اداش ما فيش ما خدش فرصة ما خدش بقى ثواني ونعمل لا ده على ما ده فارق الخبرة. الخبرة. الخبرة والبطولات وانه لعب تحت ضغوط. كونه يعمل مشوار مع جراس هوبر وعمل معاه دورة مرة وعمل مع نادي جالانتي اعتقد اللي هو عمل دوري مرة واحدة في تاريخه وعمل معاه الدوري التاني. دي كل الحاجات دي عملت تراكم عنده. هو عنده ثقة في نفسه مش بيميل للكلام. مش هيبيع لك كلام. ما تنتظرش منه انه يبيع لك كلام. لا هيكون كلامه بحساب. اكيد راحت له الرساله بالصوره المطلوبه انه ده انت مقبل على موسم استثنائي. ده البطل الدائم الذي لا يمل من حظ الالقاب والكؤوس. مر بظروف صعبه على قمه الكره الافريقيه. حصل خسر الدوري المصري مرتين. اكيد الحسابات هيكون ما تكلمهوش وتنتظر منه هيقول لك ده انا هكسر الدنيا بعد يومين ومفيش حد هيقف قصادنا. لا مش هقول لك الكلام ده. قال كلام واقعي على ارض الواقع شايف وقال لك احكم واشوف واتفرج واي لعب انا اشوف مستوى اللي هيثبت. فيصلي هو الملعب، فيصلي هو التدريب، فيصلي هو الجهد والعرق اللي هيقدمه هيلاعب. فاعتقد انه حاله الهدوء دي بتديك انه حد كده يعني ايه واقف على رجلين واقف على ارض صلبه يعني مش طاير, مش طاير ومش هيطيرك معاه. لا هيقول لك الواقع بتاعك وده مهم جدا انك انت تشتغل على ارض الواقع. مؤتمر هادئ واقعي ما فيهوش صخب وما فيهوش مختلف عن كل المؤتمرات اللي حصلت. حتى في حاجات في ظواهر كتير يعني اختفت في كنا بنشوفها اختفت المره دي. جلوس اعضاء المجلس كلهم في صفوف الصحفيين برضو حاجه جديده يعني. كان في ناس تبقى دايما المنصه مزدحمه حتى كان بيبقى في ناس من الجهاز اللي معاهم بيبقوا موجودين فوق. لا اعتقد انه مؤتمر هادي. اتمنى يعني التوفيق للجهاز الفني الجديد. اتمنى يعني التوفيق انه يحالفه
في اختياراته، واتمنى التوفيق حلفه في انه كمان تختفي الاصابات وان يعود اللاعبين كما كانوا عليه ان شاء الله. احدى النقاط المهمه كمان اتكلم على فكره المكسب والاداء، والمكسب بس ولا المكسب والاداء مهم جدا، نقطه مهمه جدا اتكلم فيها مارسيل كولر، ولكن اسمع اجابه الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب مارسيل كولر اتكلم كمان في نقطه مهمه جدا متعلقه بالمكسب ولا الاداء، واحنا عارفين دايما الجمهور النادي الاهلي بيحب يركز قوي مش على المكسب بس، كمان الاداء والنتيجه. ممكن تبقى كسبان 5 بس يقول لك دخل فيها 3 اهداف، طبعا ده في عرف الكوره طبيعي، انت كسبان واخد الثلاث نقط وكسبان 5، وفي فرقه ثانيه ممكن تبقى كسبانه 2-0 او 1-0 وتبقى عامله مهرجانات. لكن الراجل النهارده اتكلم في جزئيه مهمه جدا، انا مهم اتكلم فيها مع ضيوفنا عشان جمهور النادي الاهلي يعرف الخريطه الفتره الجايه مع مدير فني عنده استراتيجيه وعنده طريقه لعب وعنده افكار لازم الناس تدعمه، حتى لو بتكسب بس والاداء لسه ما جابش المستوى اللي انت بتنتظره اكيد لازم تدعم ولازم تنتظر المستقبل مع مارسيل كولر. استاذ جمال، الراجل لما اتكلم على المكسب والاداء قال لك في المقام الاول المكسب طبعا، والاداء لو موجود مع المكسب ده شيء رائع. شوف المكسب فعلا هو الاساس، مش لان كولر قال كده، لان هو دي الحقيقه فعلا. وده يطمنك ليه بقى؟ لان انت لما بتكسب بتاخد فرصه كمدير فني وكلعيبه انك تحسن الاداء. لو انت بتخسر لا هتبقى بتكسب المباراه، يعني هتبقى بتخسر وهتخسر الاداء كمان، لان الاجواء نفسها حوالين الفريق مش هتبقى مستقرة أكيد. ولذلك هو كلامه مظبوط جدا، وأنا عايز برضو أفكر الناس بحاجة العواجيز يعني زينا كده، إن البرازيل زمان كانت أدائها هجومي بحت، إنها تجيب جوان كتير ويجي فيها جوان، يعني كانت نسخة 82 لا أشهر. أنا بقولها لك ده نسخة 82 دي كانت كارثة. ومع ذلك خسرت، كانوا بيخسروا ليه؟ لأن هو ما كانوش منظمين دفاعيا. يعني هنا الأداء الدفاعي، يعني أو بمعنى آخر التوازن بين الأداء الدفاعي والأداء الهجومي. يعني أنا ما اندفعش هجوميا وأقدم أحلى كرة ومثلثات ومربعات وخماسيات وحاجات والدنيا عندي مش منظمة. فهي المسألة الرئيسية فعلا زي ما الراجل بيقول كولر، إنه المكسب أولا انت مش محتاج تكسب ثلاثات واربعات وخمسات، انت لو كسبت مباراه بهدف او اتنين كفايه قوي، خدت اللي انت عايزه، خدت اللي انت عايزه من المباراه. ده زي ما قلت لحضراتكم انه بيوفر اجواء مثاليه جدا لتطوير الاداء واحده واحده تدريجيا. يعني اولا بيعمل لك موقف كويس في ترتيبك في جدول المسابقات أو البطولات اللي أنت فيها، ثانياً بيديك فرصة تحسن الأداء مع الوقت بس، فدي مهمة أو المكسب ده. طب أستاذ محمود، إجابة كولر عايز أربطها بالتصريح المهم اللي قاله، قال لك اتعمل أكتر من جلسة وكان حاضرها أمير توفيق ولجنة التخطيط، وقال كمان مهم بالنسبة لي أنا شفت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والكابتن الخطيب استفسر منه على بعض النقاط وقال واضح أن الحوار كان حوار قروي لأن الكابتن الخطيب دخل في تفاصيل فنية. ممكن يعني نلتقط ايه من ابرز الاسئله او اللي ممكن يتكلم فيه الكابتن الخطيب مع كولر، خاصه ان كولر اتكلم على المكسب والاداء والنتائج وكده؟ اهم حاجه انا من وجهه نظري شخصيه النادي الاهلي، لابد ان تعود مره اخرى شخصيه الاهلي التي فقدت في ظروف غامضه الشخصيه. طب ايه حد سالني اقول لي شخصيه النادي الاهلي؟ شخصيه النادي الاهلي هي قوه اداء الفريق في ارض الملعب، هي الشراسة الهجومية والقوة الدفاعية. يعني فريق ما يفقدش الكرة بسهولة بالزبط. يعني فريق يستطيع أن يستردها في ثواني مش في دقائق، فريق ما يستسلمش. إذا يعني أصيب مرمى بهدف يستطيع أن يرد بسلاس. لكن اللي حصل في الفترة اللي فاتت أن الأهلي في النسخة الماضية ورغم تفوقه الأفريقي كان على الصعيد المحلي يعاني أمام فرق في وسط الجدول ومؤخرة الجدول في مباريات كان أصيب بها جمهور الأهلي وفقد الثقة نوعا ما، حصل فيها إحباط، إحباط كبير جدا، وصنعت نجومية بعض الأندية بعد تعادلها مع الأهلي أو حتى الفوز عليه.
ظن البعض انه خلاص احنا بامكاننا نفوز عليه ونكسب، بقى اصبح الامر سهل جدا. ولذلك انت لو انت كمحلل ومتابع في الاداء متابع الاهلي لا طماحه جدا، انت لو متابع حراس مرمى تالقوا كتير جدا، ده مش حراس مرمى، ده مش حراس مرمى المنافسين، لا لا ده في مش حراس مرمى، ده في اهداف سجلت في الاهلي باداء مارادوني من نصف ملعب الى مرمى الشناوي، ولو في ولم يستطيع لاعب الاهلي، ده اول مره تحصل في الاهلي الحاجات دي، ما كانتش تحصل لغايه 2022، ما قبل ذلك لم يكن احد يجرؤ في فترات ان هو يعدي منطقه ال 18. كل المشكله دي المتابعين الاهلاويه القدام او اللي عارفين وحافظين زي ما بقول لك يعني ايه العمق النادي الاهلي، مش دي الروح. مست الاهلي وروح الفنينه الحمراء كانت في القوه، انك انت اللي قدامك خايف منك، عارف لو ان هو بدا يهاجمك عارف ان نتيجه الموضوع ايه، الهيبه يعني. ايوه الهيبه. عندما ضاعت الهيبه اصبحت لقمه سائغه لكثير من المدربين اللي صنعت نجوميتهم. وانا اقدر اسمي لك ان انا جيت امسك ورقه وقلم واكتب لك بعض المدربين اللي تسببت اخطاء مدربين اخرين وبعض اللعيبه في انهم اصبحوا نجوم وتفتح لهم باب عيش، نقدر نتكلم عليهم بالاسم بالورقه والقلم، من مثلا من خالد جلال البنك الاهلي، البنك الاهلي كان مكان بيقود نادي الزمالك، من اعتقد مدرب برضو الزمالك خد برضو كاس من مارتن يول مؤمن سليمان، مؤمن سليمان برضو من المدربين برضو اللي اتعمل برضو يعني برضو بص انا في الفتره دي برضو ايه في بص الحاجات دي بدات في السنوات الاخيره، ولكن ظهرت بص في 2017 2018 وبعدين لما خسرت دوري ابطال افريقيا وتعادلت هنا في برج العرب من الوداد 1-1 بنفس الاخطاء، وخسرته هناك بنفس الاخطاء في بهدف برضه. مش هتكلم على التحكيم لانه الاهلي ما بيقفش على التحكيم، الناس مش مدركه يا جماعه تاريخ الاهلي، عمره الاهلي قليل جدا بيتكلم على التحكيم ولا يقف ولا يعلق شماعات، لا الاهلي بيخلص في الملعب. دي على فكره ايه، وانا بطالب اداره النادي الاهلي من المكان ده علينا ان نغلق الحديث عن التحكيم الان وقت العمل. بس الكلام عن التحكيم دلوقتي بعيد عن الملعب، بعيد عن الملعب في حاجات بتحصل في التحكيم دلوقتي. بص اقدر لك على حاجه، انت السنه دي بص اقول لك على حاجه لابد انك انت تبعد اللعيبه والكلام ده، انه تركيزه في الملعب، ما تديش للاعب مبرر انه يركن. بص الوضع هيبقى صعب جدا وفي منتهى الخطوره الموسم اللي جاي، وهيبقى في حسابات مختلفه، عليك ان تنهي مبارياتك. انا معاك طبعا، انا بص مبارياتك باقدامك وبراسك ماشي، لا تنتظر ماشي. هو ده يؤكد ايه اللي يؤكده ايه، لما يرجع الاهلي بهيبته وبقوته المعتاده الكل سيتراجع، الكل سيتراجع، كل هذا الكلام ولن يكون له تأثير، ولن يكون له وجود. فهي دي يا محمد الشخصيه مهم جدا ان الراجل يرجع الشخصيه، وانا احب المدرب الهادي اللي ما بيتكلمش كتير ويشتغل على ارض الملعب، ده ظهر النهارده. يعني اتمنى واتمنى له والله التوفيق، وده اهم حاجه انه ربنا يعني وفقه في انه هو يكون فعلا جه في الوقت المناسب ليعيد للبطل هيبته وشخصيته، وعلى اللعيبه ان يعوا وان يعني يراجعوا ما مر في الموسم المنقضي في النصف الثاني ويشوفوا، واكيد كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الاداري كله مسجل ومحتفظ بكل اللي قيل ومراحل التشكيك والتقليل والكلام ده، يتحط في صوره انه الامر لم يعد، جمهور الاهلي لن يصمت ولن يسكت، الاداره تدعم بكل قوتها، اداره النادي تمام. لم تتاخر تقدم وتبحث وتدعم، ان شاء الله يكون التوفيق حليف مستر مارسيل كولر وحليف اللاعبين، وان شاء الله يكون ان شاء الله تكون بدايه موسم قوي باذن الله تعالى. طيب هنرجع بالتاكيد نكمل باقي اطراف الحوار مع الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري، لكن اروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد، ومعاه لقاء مهم جدا مع احد النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عصام شلتوت. اتفضل يا كريم. كالعاده على اعلى مستوى، ويمكن ده اللي متعودين عليه طبعا من النادي الاهلي في تقديم اي مدير فني بيكون متواجد. بنتمنى طبعا لمستر مارسيل كولر كل التوفيق مع جهازه الفني، موسم هيكون شيق وصعب جدا، لكن كل الامور دي اللي حنتكلم فيها مع نقيدنا الرياضي الكبير طبعا الاستاذ عصام شلتوت اللي برحب بيه في البدايه.
الحقيقه كلنا متفائلين وعندنا تفاؤل كبير جدا من الحاله اللي احنا شفناها. عنده حضور الحقيقه مستر مارسيل، كاريزما شفناها في لقطات بسيطه، لكن منتظرين نشوف على ارض الواقع التدريبات والروح الكبيره جدا. حطينا في الاجواء صامدي الحقيقه. لازم الاول اقول ان اداره النادي الاهلي على العهد، ده كلام بقى مش بس في قناه الاهلي، في اي ميديا لازم تقول ده. كنا بنقول للجمهور المجموعه اللي بنشرف ان احنا قريبين من النادي، وده حقنا لما بنكون في الجزء الخاص يعني، انما قلنا لهم سنكون اول من يرصد ان النادي الاهلي بيقول للناس كلام غير قابل للتطبيق. انتوا تصدقوا الجمهور كان بيرد عليا وعلى زملاء كتير، مش ممكن مزيد من الثقه. صحيح الحكايه المره دي كان فيها سيكيورتي، لانه في الاخر لا الموضوع كبير، ولولا انه بعد ربنا جمهوره ده حماه كابتن صالح سليم رحمه الله في الايام العظيمه اللي مرت ذكراها، ثم القناه ازاي تؤرخ لتاريخه، انا بسميه الاهلي المعاصر. وعد في اوفى كابتن حسن ثم الكابتن حمود الخطيب، عائله الاهلي، مجلس كل حد عنده ملف شغال عليه، احلام قابله للتنفيذ دون مديونيات دون ضجيج. يعني اقول لك ايه اكتر من ان انت في المستوى الرابع لفروعك ثم حلم الاستاد، وانا بقول للجمهور بس يعني ما هوش خبر رسمي، قريبا سيروا زي ماكيتا وحاجه ان شاء الله، رغم زخم يعني ما هو اقتصاد عالمي هابط يعني. وبالتالي النهارده يقينا النادي الاهلي قدم منظومه يستعيد بها كل ما كان وكل ما صبر عليه مجلس الإدارة بجدية وباحترام وبوطنية، لأنه البلد لا تحتاج إلا إلى هدوء كامل. ده الكلام الذي كان يحاصر به النادي الأهلي، وكانت حلقة النار أنا بسميها كده بيقطعها مجلس الإدارة وجمهور النادي الأهلي علشان ما حدش يزايد على النادي الأهلي. وبالتالي نقلة تانية خالص كما فعلها سابقا في سبعينات القرن الماضي مع كوتي ثم مع مستر فايسا ثم فريق الرديف قبل ما حد يعرفه مع محمود الجوهري رحمة الله. كل ده ينشأ معاه علاقة جديدة باتجاه إلى مدرب ستايل عالمي، وكان ربما يكون هناك حد عنده نمرتين زيادة، لكن طبعا عند 5 مليون أورو وستة مليون أورو لا زالت أحلام الأهلي تعيش، لكن لأنها منظومة اقتصادية ناجحة ما كانش ده وقته، لأنه لازم لما أدفع يبقى عندي إنكم، مش أدفع وخلاص ما حدش عارف في إيه وفين وإزاي. وبالتالي النهاردة أنا مش بس متفائل، أنا مفعم جدا، لأني كنت واحد من شهود العيان، واحد من الناس اللي صدرت الثقة وقلت للناس أنا أول واحد سأعود معكم كده في صفوف الجماهير وأقول لهم يعني إيه، لكن ارتكزت على ما أطلق من مجلس الإدارة والكابتن حمود الخطيب أن لدينا ما يستحق التصحيح، دي ما حدش بيقولها بقى إلا النادي الأهلي، والتصويب ونعمل عليه، والناس هتشوف وهتشوف إزاي في القطاع هيكون ميلاد نجوم كتيرة، وأدي حلقة الشراء المفرغة اللي بتدور فيها كل الأندية وقفت في النادي الأهلي، إلا من نجوم تستحق الشعار، لا ومش بس كده ووزنه ما يبقاش تقيل عليها كريم. وبالتالي النهارده لازم تقول لجمهور النادي الاهلي افرح، انت اهلاوي، انت في حته تانيه خالص، لكن لديك التزام، انت المالك الحقيقي، اعمل سيكيورتي واقعد على باب العماره اللي اسمها الاهلي واحرسها بنفسك. لا يستميلك مشكله بين المدير الفني والاهلي، الرجل لم يعجبه نجيل الملعب، الرجل قال علشان بس الناس تفهم انه عايزه يبقى بوصات يعني ملوش شواشي بالبلدي، تمام، لكنه مش هيدرب فرقه في ارضيه تصيب لاعبته اللي هم رسماله اللي هم بيجيبوا له بيزنسه، كلام بالعقل اصلا. وبالتالي مزيد من الالتزام هيساوي والصبر، معلش انا عارف الجمهور واحنا قبل الجمهور وانت عارف كان نفسنا نعرف، لكن كان للسريه مزاج عام خلى النادي الاهلي يروح حته تانيه. اعتقد يعني في الكرة بيقولوا ايه، جن برازيلي جاي النهاردة، واعتقد ان في 2-3 كمان الراجل هيفاضل بينهم، نقل الملف كاملا دي السيد كولر، الراجل اللي دخل النادي الاهلي وقال انه جه هنا لانه حابب يرجع الملاعب، جه هنا يقينا بعد ما عرف تاريخ النادي اللي هو جاي له، جه هنا بعد ما سمع انه الناس دي لا تكتفي بالبطولات، هي تبحث عن البطولة التالية وهي تهنئ بعضها البعض بالبطولة اللي بيسلموها في ملعب أي إيفنت. يعني عايز إيه تاني أكبر من كده وإنت أهلاوي، أن تكون في عز وفخر، مش كبار يعني مش كبر لا، لكن كبارة
يا اخي الناس بتحسب النادي الاهلي حتى على ما ولد بداخله، الا وهو انه الاهلي ده فوق جميع الاهلاويه دول. مين قال انه ده يكون مع وطن مع شعب مع اخرين؟ يعني الا يكفي انك انت ترصد انه في عالمنا العربي في مربعنا الشرق الاوسطي الناس بتسميك الاول؟ هو ده بالارقام ولا هبه؟ ارجو ان جمهور النادي الاهلي لا يستفز، لا يهدر قيمه الوقت والجدال فيما لا شأن له. يا أخي اكتفي بأرقامك وقول اللي عايز غير كده حضرته يجيب أرقامه ويجي. لا أحد يتحدث معي عن عام وعامين ويدرك 100 عام كرة قدم مصرية على رأسها النادي الأهلي. أيا ما يكون حتى ما يطلق على النادي الأهلي أن هناك مساندة، حد يقول لنا بس المساندة دي حصلت إمتى؟ وحد يفكر الناس أنه كان هناك كبير اسمه كابتن حسن حمدي، كانت مؤسسته التي نفخر بها جميعا الأهرام هي التي يعني تحمل كل معاني الإعلان والإعلام. الزمالك فاز مع دكتور كمال درويش بأربع دوري وبطولة أفريقيا. إيه الجمال ده؟ إيه العظمة ده؟ الأهلي يسبق دائما. طب ده يزعل المنافسين في إيه؟ يلا يا سيدي دور واطلع وراه، مفيش أي مشكلة يا سيدي، اسبقه هيبارك لك وهتلاقي باقة الوردة الحمراء مغلفة. النهاردة باقة الوردة الحمراء وأنا متأكد سمعتها من كولر وأكدها محمود الخطيب هي لجمهور النادي الأهلي على عظيم ما قدمه، وأنا بسميها كده من حماية للنادي الأهلي. حبيبك كريم، كل الشكر والتقدير الحقيقة لنقيدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. الكل متفائل الحقيقة والكل بيحاول الفترة اللي جاية مساندة والدعم، وده اللي مطلوب من جمهور النادي الأهلي. ساند، دعم، أقف مع النادي الأهلي، أقف مع مجلس الإدارة، أقف مع الجهاز الفني، لأن المرحلة اللي جاية محتاجة تكاتف كبير جدا. ويا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون موسم سعادة، نستعيد سلسلة الانتصارات ويبقى النادي الأهلي كالعادة على كل منصة التتويج. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، ولقاءات مهمه جدا مع الزملاء النقاد الرياضيين عقب وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. يمكن كولر كمان اتكلم في حاجات مهمه، المعسكر، مرحله الاعداد الفتره اللي جايه، كمان اتكلم عن اللاعبين الشباب وفكره قطاع الناشئين والضم لاعبين شباب في الفتره اللي جايه. كل دي تفاصيل بالتاكيد هنتناولها مع ضيوفنا في هذه التغطيه الخاصه، ولكن اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الكلام اللي قاله كمان كولر بخصوص اللاعبين الشباب والناشئين، وكان ليه تجارب قبل كده في اوروبا حتى مع الانديه السويسريه، صعد لعيبه ناشئين وتالقت بعد كده في الدوريات الاوروبيه، هل تتوقع مع كمان مشاركه لعيبه ناشئين في الفتره السابقه ممكن لاعب او اثنين يلفت انتباه المدرب ويبقى في ثقه ان احنا نشوف عناصر جديده من القطاع؟ ده مهم قوي جدا يا محمد. السنه دي لازم برضو نتعلم من الدروس اللي حصلت الموسم اللي فات، اللي هي انه ممكن التركيز على الفريق الاساسي فقط ده شيء مش صح، سواء المسجلين في الفريق الاول ككل او الاعتماد على الشباب دول عنصر مهم جدا. يعني اندية اخرى استعانت بالشباب ونجحوا وقدروا ان هم يعوضوا غيابات لعيبة كتير. صحيح. فلازم، لان النادي الاهلي بيشترك في كذا بطولة، يعني انت هتبقى بتلعب كالعادة يعني دوري، كاس، دوري ابطال، سوبر كاس مصر، وشوف عندك بالظبط عندك بطولات كتيرة جدا. فيجب انه نقطة الربط بين يعني المدير الفني ده يبقى عامل حسابه وواضح جدا من خلال كلامه ومن خلال الشغل اللي هو عمله قبل كده، ان هو يعني عنده مهتم بهذه الجزئيه. لان الشباب، ما هو النهارده ما بقوش بقى الشباب يعني عندهم مثلا 17 ولا بتاع، ده شباب كبار يعني 22 سنه رجاله يعني. بس انا اقصد الشباب اللي هم 17 سنه يعني اللي مواليد 2004. لا لازم برضه لازم الاستعانه بيهم، ولازم يبقوا تحت عين المدير الفني. اللي عدى ال 20 21 سنه انا بعتبره خلاص فريق اول. طبعا. لا انا بتكلم عموما بقى على القطاع الناشئين، لازم يبقى فيه لينك قوي جدا، اتصال قوي جدا بين المدير الفني وقطاع الناشئين. ليه؟ لانه ده اللي هيعتبر المخزن الاستراتيجي على في مواجهه بقى اللي احنا بنشوفه الايام دي. النهارده لعيب تألق مع فريقه وفريقه ده ما بينافسش على اي حاجه وعايز يبيعه ب 3 مليون دولار، ما بيتكلمش بالمصري كمان،
يقول لك انا هبيعه ب 3 مليون دولار وتديني 4 لعيبه عليه. ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ كومبو ولا ايه؟ انت هتاخد كومبو؟ مش معقول. لا لا يعني بجد والله شيء غريب جدا. ولذلك انا يعني مبسوط شويه من توجه النادي الاهلي ان هو يدور بره. يعني ما هو في لعيبه مدارس مختلفه ومنها امريكا اللاتينيه، ايه المانع؟ ولكن مع حسن الاختيار بقياس ومعايير مختلفه، ومعايير معينه ومحدده تكون انت محتاج لها. وزي ما بنتكلم دايما انه عوده اللعيبه الاساسيين في النادي الاهلي تغني تماما، يعني لو رجعوا الى حالتهم الطبيعيه النادي الاهلي عنده في جميع الخطوط قوه رائعه من اللاعبين، القوام الاساسي المنتخب مصر بالظبط. فانت هم دول اللي تهاجموا. نعم، هم دول اللي تهاجموا وتشكك فيهم. لا، ودول اللي لو فعلا رجعوا. ولازم كمان نقطه مهمه جدا، اللعيبه نفسها تستعيد وتتفوق على الكسل. يعني ما يبقاش العمليه بالنسبه له ان هو قاعد وخلاص، لازم هو يجدد. يا محمد طموحاته. هو قال كده يا ريس. مين قال؟ هو نفسه طبعا. كان مارس الكره بيقول لك لا مكان الا للاعيب المجتهد المدير، لا يثبت ان هو لما تسال على التشكيله الاساسيه ومين هيفضل ومين يلعب. أيوة. وشفت المجموعه المدير الفني كده. المدير الفني ممكن يبذل مجهود كبير ويشتغل وكل حاجه، انما في النهايه الفيصل هو اللاعب. لازم لعيبه النادي الاهلي يعني تستفيق اذا جاز التعبير، ويعرفوا ان هم لابسين تيشيرت النادي الاهلي مش اي حاجه. يعني لازم يستعيدوا هذه الروح. يعني انا بسمع حتى دايما لعيبه الاهلي القدامى اللي بيتكلموا وبيناقشوا مستوى النادي الاهلي، سواء في استوديو تحليلي او خارج الاستوديو التحليلي في القنوات الاخرى، دايما بيتكلموا على كده، ان الدوافع اللي كانت عندهم يعني اعلى بكتير جدا من مساله الفلوس. ان هو مجرد ان هو في النادي الاهلي اللي هو بيوصله الى العالميه وبيوصله الى التتويج القاري اكيد، ده مهم جدا. فلازم يعني احنا برضو بننادي على نجوم النادي الاهلي ان سرعه العوده الى الدوافع والى التالق مره اخرى، لانه يشوفوا اللي بيخرج من النادي الاهلي بيروح فين. ها ما يعني زي ما بيقولوا خرج ولم يعد. فاحنا بنقول انتوا في مكانه تمام، لازم تحافظوا عليها. طب استاذ محمود، حضرتك اتكلمت على شخصيه الاهلي ده في المقام الاول. النقطه الثانيه وحضور الكابتن محمود الخطيب والجلسه الميتنج زوم اللي اتعملت مع كولر، وسالتك على جزئيه التفاصيل اللي ممكن يكون الكابتن اتكلم فيها مع كولر بخلاف بقى الشخصية. ايه ممكن تاني يكون الطرح او من رؤية حضرتك كده الاجتماعات الكابتن خصوصا في الحديث؟ يعني اكيد الكابتن مش هيكلمه على طريقة اللعب. يعني الكابتن مش هيسأل مارسيل كرة يقول له طب انت هتلعب بطريقة ايه؟ طب انت بتفضل ايه؟ لا اكيد السمات الشخصية. السمات الشخصية. طبعا. السمات الشخصية للمدرب فيصل ورهان اساسي. والناس اللي ما تعرفوش انه جوزيه ما كانش عبقري في الاداره الفنيه، كان يمتلك سمات شخصيه جباره، ومحاضره فنيه جباره. هي قوته كانت في محاضرته الفنيه. كان بيقول لك كلام يخليك معلش يعني معلش سامحوني ممكن تقوم في الحيطه دي تخبطها، يعني انت خلاص يعني هو حضرك وهياك نفسيا وخلاك ايه رقم واحد على الطريق. وده كل الشحنه المعنويه، وحكى معاك في تفاصيل مهمه جدا اللي هو الاعداد النفسي. والاعداد النفسي مهم جدا ان هو يخليك تؤمن بقدراتك وبنفسك. ده مش انت على فكره. ايوه دي مش اي حد يمتلكها. بتدي قوه جامده جدا. لا لا، انك انت ان يكون حد عندك جنبك وبيعرف يطلع كل قدراتك ويطلع كل الدوافع اللي جواك انك تظهر في ارض الملعب بصوره انك انت مصلحه الفريق. انه كان في لعيبه بتلعب وهي مصابه يا جماعه. احنا مش عايزين نحكي تاريخ لعيبه كبيره جدا في الاهلي كانت تبقى لاعبه واخده حقنه ومتحامله وبتاع وما كانش يتكلم ولا يشكي ولا يطلع يقول. دلوقتي لو مش عارف ايه مس تكت الان نام على الارض. يعني ما ينفعش برضه مصلحه الفريق. ايوه يعني مصلحه الفريق والاحساس بقيمه المكان اللي انت موجود فيه يخليك تضحي، وده يكون تقديره عند مين. مش لازم يبقى تقدير مادي، مش لازم كل حاجه الفلوس. يعني ان تمتلك حب الملايين من جماهير الاهلي ده في حد ذاته هو المكسب. يعني ده هو رقم واحد واثنين وعشره.
انا مش بقول لك انسى، انا مش بقول لك مش بقول لك ان فلوس حد ياخدها منك، انت بتاخد اللي انت عايزه. لكن عاوز اقول لك اكيد اتكلم معاه الكابتن في وجهه نظره، اكيد حكى معاه في المرحله اللي مر بيها الفريق في الظروف دي، ايه رايك انت وجهه نظرك، شوف ازاي احنا عندنا كان احنا كذا كذا كذا، تتعامل ازاي مع المواقف، طيب مواقف التعامل معاها ازاي، طيب عندنا جمله اصابات حصلت، طب عندنا منافسه، عندنا افريقيا اجواءها صعبه ومتغيره، عندنا الدوري محل اصراع ممكن تاخد كل 3 ايام، مش عارف ايه يعني، اكيد هو الكلام ايه الظروف في الاطار ده، يعني اتكلم على الراجل ده، فالراجل اكيد سمع وشاف بس قال حاجة ودي كانت مهمة جدا، قال كل ده عن عينه وراسه، أنا لازم أشوف عليه الواقع حاجة تانية، الواقع تغيير الواقع محتاج جهد كبير جدا، مش محتاج منه هو بس، لازم اللاعبين واللي حوالين الأجواء اللي حواليك اللاعبين والإداريين واللي موجودين ده كله يساعد ويزق في إطار إنه كله لازم يوقف على رجليه. فأعتقد من الحسابات المهمة جدا انه لما يقول لك الـ 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 الناشئين وهبص عليهم، ما هو انت دفعت فاتوره انك انت احنا تعبنا يا جماعه، عشان بكون صريح يعني، تعبنا من جزئيه انك تقعد تصعد لي 7 8 يبقى معاك بيكملوا في التمرين وما اشوفش فيهم حد. لا كمان احنا في نقطه مهمه لسه هنشوف الراجل اصلا بيحب يشتغل مع عدد كام. ما انا بكلم هل هو هل هو بكلام ده هيبقى عنده حلقه اتصال وهيشوف بنفسه ولا هيكلف حد؟ واحنا قلنا لو مش كان لازم الاهلي يكون في التمرين، انا بقول لك يكون هو متابع، ما انا بقول لحضرتك اهو يا استاذ جمال، لو كان النادي الاهلي ودي احد اسباب يعني المشكله، لو كان الاهلي فعلا كان جاهز لجزئيه انه حافظ، لانه الاهلي من رائد من يعني في الكره المصريه وفي العربيه بامانه شديده بحته جزئيه فريق الامل، الكلام ده من عشرات السنين صحيح. مش من دلوقتي، لو قبل ما حد ياخد باله، قبل ما حد ياخد باله من الكلام ده كان فترات. عاوز افكر الناس انه مع تجربه الالمان ظهرت المساله دي اللي هي بدات من 94 لغايه 2000، كان دايما في الاسبوع بتتعمل مباراه للافضل العناصر الموجوده في القطاع مع اللعيبه، بعض اللعيبه الاساسيين ما بيلعبوش، المباراه دي بيحضرها المدير الفني بيحضرها بنفسه في التتش، وكان دايما بحافظ على موجود، دول كانوا ايه روافد اساسيه مع الفرقه بنفس النظام بنفس السيستم. هل هو هيعمل الحدوته دي؟ لو كانت الحدوته دي حاضره مع الاهلي في الظروف المربيه كان يقدر يقلب الدوري راسا على عقب، لكن دفع مجموعه العناصر لما خد الاهلي قرار واستعان بالناشئين بصراحه هم اتحطوا في موقف صعب جدا كان عليهم، انك انت تلعب بستة سبعة تمانية مثلا مره واحده، لكن هو الناس كانت تؤمل انك انت في السبعة تمانية تاخد يظهر لك، لا يظهر لك يعني ايه اتنين ينوروا ثلاثه ينوروا يعني حاجه ايه يعني ايه ما حصلش بالمردود اللي انت عايزه، والناس برضو حكمت، فمش عاوز يكون الاحكام اللي هو بالاعدام يعني يا جماعه خلاص لا طبعا العيال الشباب والولاد تحملوا الظروف صعبه جدا مرت عليهم، لكن ده يعيد وكان كاشف جدا يا محمد لمساله انك انت هتحتاج في المرحله الجايه انك انت تعيد النظر في حاجات كتير، اكيد هتعيد النظر في حاجات كتير، واتمنى ان شاء الله انه يعني مارسيل كولر يحط في اعتباره انه يقدم ناشئ واثنين في المرحله الجايه حسب الظروف. هي لا هي القايمه اساسا كام لاعب 30 طيب 30 25 و 5 القايمه الافريقيه 40 والقايمه المحليه 30 زائد 5 زائد 5 يعني 30 زائد 5 والله يعني الافريقيه بقت 40 الافريقيه 40 زي ما احنا مكمله زي ما احنا عدد كافي جدا ان هو يجد العناصر. طيب هنرجع لموضوع القائمه لان يوم الخميس اللي جاي لازم تتقدم القائمه الافريقيه، لكن نسمع راي كمان احد زملائنا في الوسط الرياضي واحد النقاد الرياضيين الاستاذ علاء عزت مع الزميل العزيز فاروق صلاح، اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحيه ليك وكل التحيه لضيوفك الكرام الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري عقب مؤتمر تقديم المدير الفني للنادي الاهلي مستر مارسيل كولر. معنا واحد من الصحفيين الكبار الاستاذ علاء عزت. استاذ علاء برحب بيك وتحيات الزميل محمد سعيد واثنين من اساطير الصحافه طبعا الكابتن الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري. في البدايه تحب تقول لهم ايه؟ اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمد سعيد وتحياتي للاساتذه الافاضل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، كنت اتمنى اشوفهم النهارده معانا هنا لكن هم قايمين بالراجل في قناه النادي الاهلي. المؤتمر
الحضور الجماهيري، الحضور الاعلامي طبعا كبير بشكل مميز كعاده كل مؤتمرات النادي الاهلي. الراجل واضح ان هو ما عندوش رسائل كتير عايز يقدمها، الراجل اللي عايز يقدم كل اللي لديه في الملعب. واضح ان هو مش جاي يتكلم، مقتضب قوي في رده في على الاسئله، مش عايز يتكلم غير لما يعرف في الاجواء، وده شيء يحسب له. يعني بيفضل ان هو يعرف الاجواء كويس جدا جدا الاول، ويعرف اللعيبه كويس جدا، ويعرف الظروف العامه في مصر. وواضح ان هو جاي من الضل للنار زي ما بيقولوا، مش ملم بكل الاجواء المحيطه بيه، الظروف في ضغط المباريات في مصر هنا، الظروف الاصابات اللعيبه بتاع، واضح ان هو لسه ما لمش بكل ده. عشان كده كانت اجاباته كانت مقتضبه جدا جدا، لكن كان عنده بعض الرسائل مهمه جدا. يعني كان شفنا اتكلمنا على طريقه اللعب، قال لك ان طريقه اللعب دي هنشوفها مع بعض وحسب ظروف الامكانيات اللاعبين مش حسب المنافس، ودي نقطه مهمه جدا تحسب ليه، ان هو قال لك ان انا هشوف هلعب بايه حسب امكانيات لعيبتي مش حسب طريقه اللعب اللي هي بتلعب بيها معظم الانديه، وده شيء يحسب له. كان في مدربين كتير جدا بيقول لك انا لسه ما درستش لعب المنافس، لا انا شايف ان المدرب الجيد هو اللي بيفرض اداؤه ويفرض خطته على المنافس بتاعه. ده واضح ان دي كانت اول رساله قالها. كمان الرساله كمان لما كلموه على اللاعبين الصاعدين في النادي الاهلي، قال ان انا ما بعترفش باعمار سنيه، هشوف كل اللاعبين، ما عنديش حاجه اسمها سن، ما عنديش حاجه اسمها صغير او كبير، الملعب هو الفيصل. ودي برده كانت رساله مهمه جدا. استاذ علاء، شايف عوده النادي الاهلي من جديد للمدرسه السويسريه بعد فتره او نجاح لمستر ريني فايلر، بنشوف عوده للمدرسه السويسريه ممثله في مستر مارسيل كولر، شايف الامر ده ازاي؟ وشايف مدى توافق المدرسه السويسريه شفناها مع اكثر من نادي مصري، شايفها ازاي؟ اولا يعني حكايه المدارس دي اعتقد انها اختلفت شويه. يعني دلوقتي في مدرسه اوروبيه، يعني مفيش مدرسه سويسريه، في مدرسه اوروبيه وفي مدرسه امريكا اللاتينيه، دي المدارس الاشهر مدرستين. يعني اعتقد ان دلوقتي ما نقدرش نقول المدرسه السويسريه، لكن في مدارس قرويه، في مدرسه المدرسه الالمانيه دي خلاص دي مدرسه، اعتقد ان المدرسه السويسريه اقرب ليها المدرسه الالمانيه، يعني واضح تماما جدا. والنادي الاهلي الحمد لله على مدار تاريخه كان كل تجاربه مع المدربين الالمان كانت ناجحه بشكل كبير جدا، من اول فاتسيا مرورا بسوبل رينا سوبل ورينا هولمان. فاعتقد ان انا عن نفسي انا كناقد رياضي او واحد متابع للمدربين الاجانب في النادي الاهلي، دايما بميل للمدرسه الالمانيه، بحب المدرسه الالمانيه، مدرسه جاده جدا، مدرسه مفضله بالنسبه لي. انا بشوفها واحده من افضل المدارس الاوروبيه. يعني لو اتكلمنا في مدارس اوروبيه، ثلاث مدارس اوروبيه، مدرسه انجليزيه ومدرسه المانيه، اعتقد ان المدرسه الالمانيه هي الافضل في اوروبا. فانا سعيد جدا ان هو ينتمي للمدرسه الالمانيه، حتى لغته المانيه طبعا زي ما كنا شفنا. فانا سعيد جدا ان تنوع المدارس دي، ودي بتنوع ثقافات لعيبه النادي الاهلي. يعني لما كل لاعب في النادي الاهلي عنده اكثر من مدرسه لعب بيها، ده بيخلق لنا جيل من لعيبه النادي الاهلي، جيل ممكن يلعب مع اكثر من مدرسه اوروبيه. استاذ علاء، شايف ان النادي الاهلي دايما بيعتز باولاده، بيعتز باللي اخلص للنادي الاهلي، بقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ، بقاء الكابتن سامي قمصان، وعوده ميشيل يانكون، شايف الامر ده ازاي؟ اولا انا يمكن قبل كده قلت ان بشكر اداره النادي الاهلي ان هي احتفظت بسامي قمصان، وان هي اسرعت ما حرقتش كارت سامي قمصان. في بعض الناس نادوا ان الكابتن سامي قمصان كان ياخد فرصته بعد رحيل موسيماني، لكن انا كنت ضد الفكره دي. انا بثق جدا جدا في امكانيات الكابتن سامي قمصان، لكن وقتها الظروف كانت لا تسمح للكابتن سامي قمصان يقود المسيره. وقتها كان في ضغوط عنيفه جدا، كان الدوري وصل لمرحله اشتعال، كان في تداخل البطولات مع بعض، فانا كنت شايف ان كان من الافضل النادي الاهلي ما يحرقش كارت كابتن سامي قمصان، لان ده مشروع مدرب، مشروع مدير فني قادم للنادي الاهلي. فكنت يعني كنت معجب جدا بقرار النادي الاهلي، وايدت قرار النادي الاهلي ان هو يتمسك بسامي قمصان كرجل اول او رجل ثاني في الجهاز الفني، وما يكونش يصعد مدير فني. لو كان النادي الاهلي لا قدر الله تحت قيادته خسر بطوله دوري او خسر بطوله كاس، كان ممكن الكابتن سامي قمصان يدفع الفاتوره لوحده. استمراره مهم جدا جدا جدا، لان ده مشروع. يعني فعلا النادي الاهلي بيقول ان ده مشروع مدرب، مش مدرب جاي يؤدي مهمه ويمشي. ودي احنا بنفتقدها على فكره. يعني انا كنت يعني يمكن شويه وجهت انتقادات لحد الكره لما عين مدير فني جديد لمنتخب الوطن الاول، كنت اتمنى ان هو يتمسك بالكابتن محمد شوقي يكون موجود مع الجهاز الفني الفتره دي. احنا بنعمل مشروع مدرب وطني، النادي الاهلي بيعمل مشروع مدرب وطني، وكنت اتمنى اتحاد الكره يسرع ضرب النادي الاهلي ويحتفظ بالكابتن محمد شوقي في الجهاز الفني للمدير الفني الجديد في توريا، لان ده كان مشروع مدرب وطني. انا بشكر النادي الاهلي على الخطوه دي. طبعا كابتن سالم حفيظ بقائه ده كان يعني امر ضروري جدا، امر مهم جدا، وجود مدير فن مدير كره قوي زي كابتن سامي قمصان، مدير كره ملم بكل اللوائح والنظام
وطريقه المنافسه محليا وافريقيا، يعرف كل خيوط اللعبه. هو فعلا كابتن سلام حفيظ ممسك بكل خيوط اللعبه في مصر، وده كان وجوده مهم جدا، ويمكن كمان واحده من اسعاد جماهير النادي الاهلي بقاء الكابتن سامو بقاء الكابتن سلام حفيظ في منصبه، لان فعلا وجود كابتن سلام حفيظ مهم جدا جدا للنادي الاهلي في الفتره دي. شكرا يا استاذ علاء، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. لو عندك رساله حابب توصلها، رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ بقول لجمهور النادي ما تقلقش، انتوا عشتوا الفتره اللي فاتت فتره صعبه، وده طبيعي جدا، كلنا عشنا الاجواء دي، وانا على مدار تاريخي في تخطيط النادي الاهلي عشت الاجواء دي كتير جدا. دايما جمهور النادي الاهلي قلق، ودي ظاهره صحيه. انا بعتبر ان قلق جمهور النادي الاهلي على الصفقات ده قلق صحي جدا في حكم المنافسه، وان بيشوف المنافس بيجيب، لكن اهدوا شويه. يعني انتوا فرحتوا بالتعاقد مع المدير الفني الجديد كولر، ان شاء الله النادي الاهلي هيكون عند حسن ظنكم، ويكون على قدر المسؤوليه، وهيجي لكم صفقات كتيره جدا. ورغم ان انا كناقد رياضي شايف ان النادي الاهلي الصفقات الحقيقيه للنادي الاهلي هي عوده نجومه وعوده لعيبته، وانا واثق والله العظيم ان النادي الاهلي بدون صفقات هيرجع النادي الاهلي اقوى من مكانه. شكرك يا استاذ علاء، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. زميلي العزيز محمد سعيد، ده كان لقائنا مع الأستاذ علاء عزة الناقد الرياضي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم مارسيل كولر وجهازه المعاون. خطوة جديدة وبداية جديدة للنادي الأهلي، نتمنى إن شاء الله معها تكون عودة البطولات من جديد للنادي الأهلي من جديد. تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد وضيوفه الكرام. شكرا للزميل العزيز فاروق صلاح، وشكرا ايضا كمان للاستاذ علاء عزت، وكلام مهم جدا بخصوص المؤتمر الصحفي وتصريحات كولر. اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من التغطيه الخاصه لوقاع المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر. وطبعا عشان دي وقتنا، المره دي بقى اغير شويه التكتيك، اروح للاستاذ محمود صابر. استاذ محمود، كلمه اخيره، وبالمناسبه يوم الخميس اللي جاي اخر موعد لارسال القائمه الافريقيه. كلمة أخيرة ومهمة ونصيحة لكل واحد بينتمي إلى الأهلي، إلى كل إعلامي أهلاوي، إلى كل من يجلس على خلف منصات السوشيال ميديا والتواصل. عاوز أقوله أكيد الدرس بتاع السنة اللي فاتت واللي قبلها لازم تكون تعلمت منه حاجة. أولا عدم المبالغة لأي لاعب باصة سجل جول. الأهلي عمر الأهلي ما كان بيحاسب كده. عدم التضخيم، عدم منح الفرصه للاخرين لاستغلال اللي انت بتعمله، مزيد من الهدوء والصبر، مزيد من الدعم للفريق ولجهاز الفني. ما تقعدش تعلق على كل حاجه لانك مش هتفهم في كل حاجه. اللي لعبوا كوره وبقوا ما بيتكلموش في كل حاجه لانه عارفين الكوره دي اعتبر 90 دقيقه دول زي يوم في حياتك انت رايح الشغل. شوف انت مشيت وركبت كم مواصله ورحت فين وقابلت مين في الطريق ومزاجك عامل ايه. تمام. لغايه ما توصل للجول كانك وصلت الشغل، سجلت كم هدف، طب مين اللي ضايقك، طب انت مين يعني عاوز اقول لك ايه، هي عباره ملخص لحاله حياه في يوم. حاله تركيز وعدم تركيز. أكيد. توفيق وعدم توفيق. عندما تخلى التوفيق عن فريق النادي الاهلي اللي هو كان من 3-4 شهور مكسر الدنيا واصل للعالميه والناس كله بيتكلم عنه، شفت المشهد كان عامل ايه؟ هو ايضا درس للاداره ودرس للفريق وللاعبين. اهم حاجه قيمه الاهلي بقيمه العمل والجهد الكبير اللي بيتبذل. اكيد. فانا اتمنى في الاول في الاخر انه توفيق ربنا سبحانه وتعالى للاداره في يعني ان اختارت مدرب، واتمنى للمدرب التوفيق. ايضا اتمنى للاداره التوفيق، اداره الكوره، في اختيار عناصر لاعبين مميزين يعملوا الفارق. يا جماعه اذا كنت هتدفع في لاعب في الدوري المصري 5 مليون دولار، الاولى بيك انك تدفع ال 5 مليون دولار في حاجه تعمل لك فرق ونقله ثانيه خالص من بره. واعتقد الرساله واضحه، ان شاء الله يكون يعني موسم يعني بإذن الله إن شاء كبير الله. للاهلي بإذن الله تعالى، موسم يستعيد فيه الفريق شخصيته، يستعيد فيه قوته، يستعيد فيه روحه اللي الناس كلها اتعودت عليها. ان شاء الله تكون بدايه موفقه للجميع ان شاء الله باذن الله تعالى. عشان وقتنا استاذ جمال، كلمه سريعه. سريعه جدا عشان نلحق يطلب محمود باذن الله. يعني طبعا كل التوفيق وكل الامنيات بالتوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن الخطيب والجهاز الفني كله واللاعبين، وعليهم دور مهم قوي قوي في استعادة شخصية النادي الأهلي خلال المرحلة القليلة القادمة واللي هتستمر بعد كده لسنوات
كما عودونا دائما. واشكرك طبعا على استضافتك. شكرا جدا استاذ جمال. شكرا جدا استاذ محمود. بالتوفيق دائما يا رب باذن الله. يعني قدر الامكان حاولنا نقربكم من الصوره ونعيشكم في الحدث. نقل وقائع المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي وكل التفاصيل المتعلقه بمستقبل القلعه الحمراء خلال الفتره القادمه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. شكرا والى اللقاء.